اوكي دانا بتقدري. لحظة ثواني، بدي أنقل على الواتس. أهلا وسهلا فيكم بجلسة جديدة من جلساتنا في كتاب Out and About. إحنا اليوم جلستنا لمناقشة كتاب رواية هي كريسمس في مكة لأحمد خيري العمري. أحمد خيري العمري، بس هيك نحكي شوي على الكاتب. هو كاتب وطبيب أسنان عراقي من مواليد بغداد 1970. والده مؤرخ وقاضي عراقي معروف خيري العمري اسمه. عرف الكاتب ككاتب إسلامي، له مؤلفات يعني جمعت بين منحى التجديدي في طرح موضوعات وأسلوب أدبي، حنحكي عنه هلأ أكثر. طرح في روايته صراحة إشكاليات كتير مهمة حالية يعني بهالزمن الحالي، ومع أنه ذكر بالإهداء أنه هاي الشخصيات خيالية أو من صنع أو نسج خياله، إلا أنه كل من قرأ الرواية قدر أنه يربط في نفسه أو في أشخاص تانيين، يمكن قرايب أو عائلة لإله عاشوا في العراق أو ببلاد تانية عانت من نفس المعاناة والمشاكل والحروب اللي مرت فيها اللي حكاها بالرواية. بتحكي كريسمس في مكة، بس هيك أحكي إشي يعني مختصر عن الرواية للي ما قرأها أو ما عنده فكرة شوي عنها. بتحكي عن أحداث صارت في زمن حرب في بغداد الطائفية، وعن عائلة تأثرت سلباً بهالأحداث هاي، وطلعوا يعني تشتتت العيلة ورجعت اجتمعت بعد 12 سنة بظروف خاصة، واتفقوا على إنهم يلتقوا بمكة في موسم الكريسماس. بدي أحكي هون شوي على عنوان اللي هو بقدر أقول بيمثل كتير، أو يعني بيحكي على موضوع مهم كتير حتى في الرواية، إنه العنوان دار النشر اللي طلعت الرواية طلعتها بعنوانين، عنوان كريسماس في مكة، وطلعتها كاحتياط عشان خافت إنه يكون بعض دول الخليج إنها تعمل، أو الدول اللي خلينا نقول عندهم تحفظ على العنوان، إنها طلعتها بعنوان تاني أو باسم تاني اسمه كريسماس عشان تضمن إنها تنباع وتنتشر وتدخل على المعارض أو البلاد يعني اللي عندهم بعض التحفظات. وهاي يمكن مؤشر على اللي حنحكي فيه بعدين، على قديش الطائفية أو العنصرية أو الاختلافات، إنه مستفزة كتير يمكن للبعض كلمة كريسمس وفي مكة. فهو اضطر إنه يلجأ لهذا الأسلوب، إنه يغير يعمل عنوانين مختلفين عن بعض. بالرواية منلاقي فيه شخصيات رئيسية ومنلاقي فيه شخصيات ثانوية، خلينا نقول، أو زي ما بسميها ظلال هي يمكن، أو بالظل. الشخصيات الرئيسية هي خمس شخصيات، هم مريم وميادة وحيدر وسعد، واللي بحقبة تاريخية مختلفة اللي هو أحمد مستنصر بالله. في الرواية مقسمة لقسمين، القسم الأول أو الواحد منهم بالرواية هو القسم التاريخي، بيحكي عن سقوط آخر الخلفاء العباسيين بطريقة مؤثرة ومحزنة، مع كم هائل من المعلومات على لسان شخصية خيالية اخترعها الكاتب اللي هي كانت إسحاق. هذا إسحاق ساعد الخليفة أحمد المستنصر بالله ابن الخليفة الظاهر للوصول لمصر، وبالأحداث بيحكي إنه لما حاول الرجوع لبغداد ليحررها تم قتله على يد التتار سنة 1261. وبين التاريخ اللي هو ذكره بأحداث تاريخ بغداد وبين أحداث الرواية الفعلية تقريباً 750 سنة يعني، بس عملهم بالتوازي يعني، كان ينتقل بالأحداث من العصر الحالي والتاريخ القديم. وحنحكي أكثر بعدين طبعاً عن ليش هو كان ينتقل، يعني شو الرابط بين الحقبتين المختلفين كتير عن بعض. في القسم الثاني من الرواية كان بزمن مختلف تماماً طبعاً، زي ما حكينا عن عائلة عراقية ذاقت من المر والألم والحسرة بسبب هاي الحروب الطائفية، الويلات، واضطرت إنها
تتعرض ل يعني مشاكل بالعائلة نفسها، وأنهم ياخذوا قرار أنهم يفترقوا ويهاجروا برا البلد. الشخصيات يعني مش عارفة، أنا في عندي خيارين بصراحة، بدي أشوف قديش مين منكم قرأ الرواية عشان أعرف هل بتحبوا أحكي مختصر عن الشخصيات، يعني نبذة هيك عن كل شخصية، ولا بتحبوا نحكي عن اللي قرأ، يعني كل واحد يختار شخصية مثلا حس إنه شافها نموذج موجود أو قدر يربط بينه وبينها أو يربط بينها وبين شخص بيعرفه، فنتناولها كنموذج للمشاكل اللي منعيشها، يعني لأنه الرواية تحدثت عن كتير عن أزمة الهوية، وهذا منشوفه بشخصية مريم، ومنشوفه بدور كمان حيدر اللي هو خالها لمريم. فبحب أعرف مين بحب يعني يحكي هيك انطباعه شوي، أو مين بحب إنه يشارك يحكي عن نبلش بشخصية معينة، ومنها مندخل أكثر لمحاور. مرحبا، في دينا رفع إيدها. أسيل، بس نعطي دينا. بدك تحكي أسيل؟ لما أنت تولي أنا مش مبين عندي. خلاص، اللي بده رجاء. أوكي يا جماعة، في عنا تحت بالشاشة على اليمين في عنا raise hand، أي حدا بده يشارك raise hand، لأنه اليوم يعني الحمد لله في حضور جيد، فعشان نعطي الفرصة للكل وما يصير في لخبطة، فرجاء بس اعملوا raise hand عشان على الدور. أوكي تفضلي دينا. مرحبا، يعطيكم العافية جميعا. أنا ممكن أحكي عن سعد، مع أنه يعني الحقيقة كل الشخصيات بدون أي استثناء يعني ارتبطت فيها بشكل شخصي ومستني بشكل شخصي، لأنه أنا نص عراقية، ما بعرف جزء منكم بيعرف هالشي، فقراءتي للرواية خلتني عملت لي حالة اكتيفيشن للذاكرة وشوي أزعجتني، فيها كمية حنين كتير كبيرة، وكوني معمارية كمان فكمان استمتعت بصراحة، وكوني من الناس اللي بيحبوا انهم يروحوا على مكة كتير فكمان استمتعت، خاصة انه هلأ احنا ممنوعين من مكة. هلأ انا ممكن احكي عن حيدر ومريم على اعتبار أزمة الهوية، لأن كمان عندي قرايب ببريطانيا يعني من العراقيين يعني، فشوي شفت من الجيل الجديد إنه كيف إحساسهم، فتقريبا ما كانش الموضوع كتير بعيد بالنسبة للجيل القديم والجيل الجديد. حسيت هلأ أنا ممكن أبلش أول شيء بحيدر. حيدر شخصية عراقية عادية، طبيب، وقت حرب الكويت اضطر انه يسافر على بريطانيا، لان كان اوريدي هو باجازه ببريطانيا، وقتها طبعا ما قدر انه يرجع، واوريدي شاف انه البلد اوريدي تكركبت ودخلت بحاله حصار، وهو اوريدي كان متخرج من الطب، فقرر انه يستمر ببريطانيا، وارتبط بزوجه بريطانيه واسس عائله هناك، وخلاص اعتبر العراق ماضي حطه ورا ظهره، ودخل بأزمة برأيي بيمر فيها كتير من الرجال العرب، مش بس العراقيين، اللي بيرتبطوا بزوجات أجنبيات، بيكون وكأنه داخل العلاقة بتهمة بده ينفيها عن نفسه، إنه ما بدوش زوجته بأي موقف بيمر فيه بتربية البنات حصراً، إنه هو رجعي أو شرقي أو متخلف أو إرهابي، فبيحاول قدر الإمكان إنه يكون جداً بارد، خاصة إنه الإنجليز معروفين ببرودهم، فهو تقريباً كان عم بيتبارى مع البريطانيين ببرودهم أو بهدوء أعصابهم مع أي تصرف ممكن يبدر من المراهق أو من الصبية بعلاقاتها، كونها البنت رباها على إنها بريطانية مش على إنها عراقية، فهو من الأساس ما زرع ببنته أي انتماء لشرق أوسطية تبعتها أو لجذورها الشرقية أو لأي شيء من قيمنا إحنا كعرب، شوي شوي بلشت البنت إنه يصير عندها البوي فريند البريطاني من واحد لواحد،
كان حتى لو حب إنه شوي ينفعل يمكن بيخاف إنه ما بدوش يتهم بكونه شرقي شوي شوي. وهو كان وقتها كتير حبيت تعليق الكاتب إنه كيف هو تحول من حيدر الباقر من العوائل الشيعية المعروفة إلى هايد بيكر، إنه شخصية إنجليزية ما إلها أي علاقة بأصوله، لغاية ما فجأة انصدم بفكرة إنه بنته حامل من صديقها الزنجي الأسود، والعراق عندهم كثير من الأسر الكبيرة أو العريقة، في كثير منهم كان عندهم عبيد لحد فترة بسيطة، يعني عم نحكي إحنا بالسبعينات وبالستينات، وفي ناس منهم إلى الآن عندهم عبيد بالعراق، خاصة بالبصرة أو ببلاد شمر، يعني بأراضي شمر وهيك شيء. فأوريدي عندهم هاي العقلية تبعت إنه الأسود هدول عبيدنا اللي هم متربين بيناتنا، بس أكيد ما رح نتزوج منهم. ف يعني هل الحادثة هاي هزته خلته يتذكر إنه أنا والدي شو رح أحكي له، مع إنه والدي توفى، بس عشان هيك الوالد كان دائما بيطلع له بالحلم، إنه الوالد إنه دائما نعطي له ظهره ومنزعج منه، إنه وكأنه خيب أمله، إنه ما عرفش يربي الرعيل الجديد أو الجيل الجديد من العيلة، ما ربى على إنهم عراقيين، أو إنه ضربت البنت عنده معنى الشرف، فهو مش طايقها، بس بنفس الوقت مش عارف إنه يتصرف معاها، مش عارف كيف يتصرف كرجل شرقي أو كرجل عربي مع هالبنت. فلما إجا يحتد معاها ويحتدم معها، بنته فهمت له إنه شو يعني بدك تجبره إنه يسلم، ولا أنت مش عاجبك لأنه أسود، إنه أنت على أي أساس عنصري وأنت بالأساس ساند نيجر. وطبعاً هاي كانت وقتها بالنسبة لي صدمة، لأنه قال لي أول مرة أعرف إنه إحنا العرب بيتسموا ساند نيجرز، ما بعرف هي عشان يمكن في منا سمر، ولا هي بالمجمل كفصيل إحنا نعتبر أي حدا عربي يعتبر ساند نيجر بالنسبة لإلهم. فإنه كونك ساند نيجر إنه جاي عم تكون عنصري اتجاه الأسود، إنه أنت مش كتير أحسن منه، عمرك ما رح تكون أبيض. هاي أنا وقتها حسيت إنه مثل الكلايمكس إنه بالنسبة لإله إنه بالرواية. فهروبه من هل الأزمة كيف إنه بده يلتقي ببنته فترة الكريسماس، هي وصاحبها اللي أساساً رافضة إنها تتزوج فيه، لأنها رافضة مؤسسة الزواج، إنه كمان إنه مش بس غلطان، يعني إحنا عنا بنات إذا بيغلطوا بتلاقيها إنه يعني شو ما بدك بابا، بس رضى عني وما تقتلني، هي لا، إنه عينها بعين الأب، وأنا أساساً بديش أتزوجه، بديش إياه يسلم، وما تقعدش أنت ورجعيتك تقعد تشتغل بسمعي، أنا إنجليزية وحل عني أنت والأوريجنز تبعتك. هروبه وحبه إنه يروح على، أو فرحته بإنه أخته عرضت عليه إنهم يروحوا فترة الكريسماس على مكة، وكثير من العوائل العراقية اللي عايشين برا الريونيون تبعهم عادة بيكون فترة الكريسماس، لأن هي فترة الإجازات، وهي يمكن كان اختيار جدا موفق من الكاتب باختيار هذا الوقت. فراح على مكة، ووقتها وهو مسافر على مكة عشان يعتمر، ما كان عنده أي مشكلة إنه يشرب الألكوهول، مع العلم إنه هذا الشيء يتنافى مع الكونسبت تبع إنه رايح هو على أساس يعمل إشي روحاني ويقرب من ربه. أنا ما بعرف، سوري إنه يمكن كتير عم بطول، مفروض أختصر. يعني هنحكي أكتر في كيف علاقتهم، أو كيف التفاعل بينهم، هنحكي أكتر بعدين. شكرا دينا. هنحكي بس شوي عن شخصيات، يعني في حدا حابب مثلا بالضبط. أنا عشان نعطي فرصة مريم أو بنيادة. أوكي، في عنا أسعيد. أوكي سعيد، أنت بعد إيمان، أنا شايفة إيدك بس أنت بعد إيمان. أوكي مش مشكلة، بس أنا عشان سعيد لازم أحكي عن سعد. طيب أوكي، بس سعيد. مساء الخير. أهلا أهلا سعيد، يعطيكم العافية أجمعين،
وحاب أحكي للجميع يعني الحمد لله على السلامة، طمنونا عنكم بعد الرواية هاي شو صار فيكم. يعني أنا والله يعني حسيت إنها رواية مأساوية جدا وحزينة جدا، ممكن تكون أثرت على حدا حقيقة، يعني ممكن أنها تكون هاي حقيقة، يعني ممكن حقيقة تكون من أشد الروايات التي أثرت فيه قاطبة. يعني مع أنه ما مش عارف، يعني هي بسيطة فيش فيها دراما كتير، بس الدراما الصغيرة، أشياء صغيرة كثيرة، يعني صغيرة، أشياء صغيرة وكثيرة وحساسة جدا، يعني أمور بالضبط. نعم والله أحزنتني كتير يعني أنا حقيقة، ويعني تفهمت مع أني أنا يعني يعني مما لا شك فيه، شايف كيف، لكن يعني خلتني حتى أيأس لوهلة من الوضع العام بالشرق الأوسط. يعني ما زال الوضع كما هو، لم يتغير شيء، الوضع في العراق، الوضع في سوريا، الوضع في لبنان، الوضع في فلسطين، يعني ما زال الشرق الأوسط شرق كئيب وتعيس، وهاي الرواية فتحت الجروح ورشت على الجروح ملح. وهي من حيث العاطفة رواية موفقة، يعني بما أنها حركت فينا هذا الكم الهائل من العواطف، فهذا هو الأدب، الهدف، الهدف منه تحريك العواطف. صحيح، هاي من ناحية والله لامست شغاف القلب يعني حقيقة. يعني كمان المحزن، يعني من أشد الأشياء المحزنة أنها العراق يعني بلد خير وأرض خير وبلد نفط، لكن أهلها ذاقوا يعني ما أصابهم أسوأ وأشد أنواع العذاب عبر التاريخ ممكن حتى مع الأسف. لكن شو بدنا نسوي، قدر في الأخير بنحكي ونضلنا ماشيين. بالنسبة للشخصيات الرئيسية، لكي لا أطيل، يعني بالنسبة للشخصية اللي أنا حاب أحكي عنها، أنا والله تماهيت مع هاي الشخصية وصار معي زهايمر زيها، نسيت اسمه، يعني الجد إيش كان اسمه؟ حلو كتير، اللي هو الجد. إيش اسمه؟ أحمد بكر آغا. أحمد، شكرا جزيلا. أحمد بكر في آخر الرواية بوقع أحمد المستنصر بالله. طب تتساءل مريم تحكي نعم نفس الاسم، يعني خلاه نفس الاسم بتوقع. فهي بتتساءل مريم هل اسمه مركب، بحكي لها لا مش مركب، اسمه أحمد، جدك اسمه أحمد، فبتكون هو وقع المستنصر بالله. فهاي اللقطة حقيقة أنا أعجبتني جدا من الكاتب، يعني مهارة الكاتب والحرفية في الكتابة عند الكاتب. يعني زي ما إحنا شفنا المتحدثون في القصة سعد، وتحدثت مريم، يعني ميادة، مريم، حيدر، سعد، وأحمد المستنصر بالله اللي هو من التاريخ جاي، اللي هو الخليفة العباسي. لكن الكاتب لعب جعل أحمد اللي هو الجد، لأنه معاه زهايمر ومعاه شوية هلوسات، مش بس زهايمر، يعني كان يشوف عمر الميت، يشوفه عنده، كان يشوف الأموات، عنده هلوسات، جعله اسمه أحمد، وجعل الشخصية التي تروي التاريخ، شخصية المستنصر بالله، اسمها برضو أحمد. فكان الجد هو الراوي، أنا في نظري يعني إنه زي ما سعد روى القصة من وجهة نظره، ومريم وميادة، الجد أيضا روى، لكن لأنه معاه هلوسات ويرى ما لا يراه الآخرين، روى باسم، بجوز هو كان متقمص شخصية المستنصر بالله، وروى قصة بغداد من هذه الجهة. فالجد كان حاضر، ما كان صامت، لكن كان لكن نعم، لا يعني الجد حاضر، لكن هو تكلم وهو متقمص شخصية المستنصر بالله، وذلك لمرضه طبيعي. هذا الكاتب ما أشار إليه بشكل مباشر، لكن يمكن استنباطه، لأنه في الأخير كما قلنا وقع باسم المستنصر بالله. فالجد حاضر وهو الذي روى كل الكلام اللي حكاه المستنصر بالله، هو كل كلام الجد لا محالة، وهو تاريخيا صحيح، لأنه هو إحنا عرفنا أنه عمل الدكتوراه في المغول، في موضوع المغول وموضوع المستنصر بالله، وكيف الحروب التي خيضت، وين الأخطاء اللي تمت فيها، وكيف كان ممكن تجنب هذه الأخطاء، كانت هذه الدكتوراه. فالقص نعم تفضلي. يعني سيد أنت لقيت في يعني في انتقادات على إنه إيش العلاقة، ليش هو دخل التاريخ بالرواية؟
انه ما لا انا ما شفت، لا انا شفت انه ممتاز اللي سوى. طبيعي، انا بحكي لك التاريخ، الشيء التاريخي اللي قرأناه هو كلام الجد. أوكي. عرفت كيف؟ هو صوت الجد. كيف حكى سعد، وكان كلمة سعد واحد وبعدين يحكي لنا القصة، ومريم اثنين وتحكي القصة. أحمد هو مش المستنصر بالله، هو الجد، بس هو لأنه عنده نوع من الانفصام، عنده انفصام بالشخصية. عرفت كيف؟ فهو روى قصة بغداد. هي روى قصة بغداد لأنه هو متقمص شخصية المستنصر بالله. عرفت كيف؟ يعني هو تقمص هاي الشخصية ورواها. طبيعي هاي فيها يعني نقطتين إيجابيتين، ليش تم إدخال التاريخ على الواقع؟ لأنه هو ما تغير إشي من يومها بغداد بتعاني. يعني هم الأربعة اللي رووا قصة بغداد الحديثة هي نفس قصة أحمد والمستنصر بالله، بغداد القديمة اللي يعني دمرها وشتتها هولاكو، ونفس الخلافات، الوزير دعم بده الحكم للعلويين ونسي العباسيين والشيعة، يعني نفس المشاكل. فهو حب يسوي إسقاط إنه هذه قصة قديمة حديثة الكاتب يعني، فأحضر قصة أحمد اللي هو المنتصر بالله، اللي أنا بعتقد إنه هو نفسه هو شخصية أحمد الجد، لكن أحمد الجد روى وهو متقمص شخصية المستنصر بالله. بالنسبة للهوية، موضوع الهوية، معلش، الانفصام واضح، الانفصام واضح هنا في الهوية. سعيد بقدر أقطعك شوي بس لأنه عندنا عدد كتير، فأنا اليوم معلش بدكم تسامحوني، بدي يعني طيب أنا خلصت كلمة، بس كلمة أخيرة وخلصت، هنرجع كلمة أخيرة أكيد لكل هاي المواضيع. بس الهوية على أساس موضوع الهوية، بعدين نرجع نحكي على الهوية. طيب ماشي. أسيل، نعطي أسيل. أسيل، مرحبا، كيفكم؟ رح أحكي لأنه كتير اليوم مشاركين، بدي أحاول تكون حتى نحاول كلنا مشاركاتنا تكون مختصرة و direct to the point. أول إشي رواية كتير حلوة، أنا أول مرة بقرأ له لهذا الكاتب، بس أنا عندي معرفة بالعراقيين، فأنا شغلة الفقد، ما في عيلة ممكن بالعراق، ما بعرف إذا في حدا من العراقيين موجودين صححني إذا أنا غلطانة، ما في حدا من العراقيين مش فائد حدا، يعني اللي فائد أبوه، اللي فائد أخوه، اللي فائد عمه. فهاي القصة أنتوا لقيتوها كتير كتير مأساوية، بس هاي مش قصة إنها مش مأساوية، بس هاي كتير منتشرة بالعراق القصة هاي. هاي أول إشي كنت حابة أحكيه. بالنسبة للشخصيات كتير في أشياء نحكيها فيها، بس أنا بدي أحكي، أنا ما بعرف ليش تأثرت وحزنت على سعد، مش عارفة ليش. سعد كتير أثر فيي لأنه كتير كان وحيد، حاسس بالفشل رغم أنه وجود المال عنده، بس ما بعرف ليش أنا تأثرت بشخصية سعد. تعاطفتي مع سعد أكتر؟ تعاطفت مع سعد، اللي هي كمان، وفي شغلة كمان، اللي الموقف اللي عملته الأم اللي هي ميادة لما انصابت بحالة جنون، لما اختفى زوجها وصارت تلومهم وسمعتهم حكي وجرحت الجميع، وانتظرت 12 سنة حتى تعتذر، برضو هذا الموقف من المواقف اللي أثرت فيه. ما بعرف إذا بتحبوا تناقشوها هلا أو بعدين، بس هذا كان يعني بتخيل هذا موقف كمان قوي بالرواية، يعني غير قصة أزمة الهوية اللي حكيتوا عنها. أكيد هي أزمة الهوية جدا واضحة، بس هاي قصة الاعتذار والواحد بغلط وبستنى هالقد لا يعتذر، برضو قصة غريبة. بس ما بعرف إذا حدا من العراقيين بحب يأكد لي إنه قصة الفقد هاي بالعراق يعني موجودة بأغلب العائلات، موجودة والله هلا بالعالم العربي كمان. بس بالعراق كتير، هي موجودة كتير أسيل. والمشكلة إنه يعني هلا بالنسبة لإلكم أنتوا يمكن هاي رواية، بس بالنسبة لإلنا أنا حسيتها دوكيومنتري، عشان هيك وجعتنا، لأنه ذكرتني بكل القصص اللي إحنا أوريدي بنعرفها. بالضبط، اللي بيعرف عراقيين بيعرف يعني قديش هم فاقدين يعني. طيب بس عشان أعطي مجال لغيري. شكرا لك يا إيمان. عفوا إيمان. شكرا سلمى، يسعد مساكم جميعا. يعني خلني أجاوبك أسيل بالأول. أنا اشتغلت مع اللاجئين العراقيين كتير، وبتسمع حكايات وقصص. طبعا اللجوء بيكون أصعب من أي شيء تاني. الرواية ففي قصص اللي حكيتيه صحيح، في يعني ناس ما في حدا ما مر في تاريخ العراق لو فقد حد. بالنسبة للرواية يعني أنا شفت المداخلة التاريخية حلوة،
لطيفة يعني هي، على الرغم من إنه أنا شخصيا كإيمان يعني شفت إنه في كتير كتاب نحو هذا النحو خلال 10 15 سنة الماضيين، سواء كانوا أجانب أو عرب، كتير يعني بتلاقيهم بدمجوا، بحط لك إشي تاريخي وإشي زي مثلا إرفين يالوم مثلا عمل هو هذا الإشي كتير. المنسي قنديل، احنا ناقشنا له رواية بالضبط، ففي ناس كتير، وفي نادي السيارات نفس الشيء رواية برضه، يعني في روايات كتير قرأتها بتنحى هذا النحو، ولو إني ما بحبه كتير أو ما بشوف له علاقة، إلا يعني يمكن إرفين يالوم كانت برواياته ضابطة شوي معه. هون زي ما حكى أسيد، اللي بتحدث هون هو الجد، أنا هيك شفت. وكونه قواعد العشق سقوط الأربعون بغداد، كانت، سقوط بغداد كان أول مرة في سنة 1258، هذا صحيح. بعدها نعم سقطت بغداد 16 17 مرة في عبر التاريخ. مهم. التاريخ اللي بيحكي لنا إياه هو ما بين 1990 تقريبا ل 2015، هاي السنين، الفترة هاي اللي كانت فيها الذبذبات اللي مرت فيها العراق، ومر فيها يعني مش بس في العراق، هم حكى حتى عن عمان في فترة من الفترات، كثير عراقيين مروا على عمان لحد ما طلعوا برا مثلا، حكى عن الخليج كمان، دبي، دول ثانية، مصر، فكل هاي يعني بتشرح وبتحكي عن وضع بالنسبة للاجئين. بديش أحكي هو طبيعي هو مش طبيعي، لكن هذا اللي بصير طيب، في مين حالات شفتي الحروب. حابة تحكي عن شخصية معينة شفتي فيها هي نموذج موجود هلا وعم بيعاني يعني جيل كامل مرات من وراء أنا يعني زي شفت مريم الجد، لا وغيرها؟ أنا شفت الجد بيمثل يعني هو معطينا تقريبا 3 أجيال، الجد اللي بيمثله، وأمها طبعا الموجودة، والتسلط تبع أمها أو التسلط اللي عندها، الجيل الثاني اللي هو جيل الأم اللي هي ميادة، وبعدين جيل البنت اللي هو الجيل الجديد اللي يمكن ما بيعرف كتير عن أصوله وعن حياته. وهذا شيء صحيح، مش بس العراقيين، أي حدا بيطلع لبرا صحيح. هلا وبكونوا ولاده عايشين برا بكون جيل ضايع نوعا ما، إذا ما كانوا بفهموا شو جذورهم. اللغة لطيفة حبيتها، حكيت إنه المنحى التاريخي هون جيد، استخدمه بشكل كويس، مع إني أنا ما بحبه كتير في الروايات، لكن زي ما حكى أسيد هو الجد اللي بيحكي هون. إذا كان في شخصية هي اللي يعني اللي مسكت الرواية وحطت لنا إياها، خلينا نحكي في بناحية الجدل، هي شخصية الجد يعني لحد هون ممكن. فرواية لطيفة، لا حلوة، عجبتني يعني نوعا ما، لغتها كويسة سهلة وسلسة، الشخصيات كل شخصية على لسانها بتتحدث وبس، يعني ها كل يعني اللي بقدر أحكي حاليا عنها حد ما نشوف المحاور. شكرا. شكرا أمان. نعم. سعيد، أسعد الله مساءكم كل خير. أهلا يا سعيد. حقيقة يعني هاي الرواية من الروايات اللي أنا يعني القليلة جدا اللي خلتني أبكي، يمكن من أول ما طلعوا من مكة إلى المدينة وصارت قضية الوفاة وإشي هيك، يعني يمكن أنا يمكن 10 دقائق وأنا أبكي عليها، يعني تأثرت، لأنه العراق بالذات، العراق عرفش عزيز على قلوبنا، إحنا اللي عشنا يعني وإحنا في مرحلة الشباب هيك، اللي صار في العراق وفي الشعب العراقي كثير تأثرنا فيه، تأثرنا فيه، وشعرت أنا كثير كثير يعني انشديت، لأنه العراق كان يعني محور الأفئدة، اللي بده الإشي الجميل في الحياة اتجه نحو العراق، العراق اللي كان يأخذ أولادنا وشبابنا ويدرسهم مجانا، ويدرسوا ويرجعوا مهندسين وأطباء وكليتهم يدرسوا، العراق اللي واقف مع كل قضايانا، كان كثير كثير جرح مؤلم إنه يصير إشي في العراق. في هذه النقطة. النقطة الثانية اللي هي قضية الربط التاريخي، أنا فهمت شغلتين، إنه صراع الهويات اللي في العراق اللي دائر الآن، واللي كان يقتل الإنسان على الهوية لأنه سني أو شيعي،
كان هذا نفس الصراع اللي كان على زمان ابن العلقمي والتحضير لمواجهة التتار، صراع بين الشيعة والسنه، كل واحد بيدور على أهدافه دون النظر إلى ماذا يريد العراق. فكانت النتيجة واحدة عندما سقطت بغداد في ذلك الوقت، لم يوفر التتار لا سني ولا شيعي ولا شيعي، حتى الحيوانات أجلكم الله قتلوهم. وكذلك عندما دخل الملاعين إلى العراق برضو موفروش، سلطوا السني على الشيعي والشيعي على السني. فهذه كانت كثير يعني مأساة، وأنا كثير انبسطت في الربط لأنه المصير واحد. وأحمد اللي كان في القرن العشرين نفس المستنصر بالله اللي كان في القرن الثالث عشر. فإحنا يعني كان الربط كثير جميل. اللي أعجبني كثير وخلاني تأثرت فيه كثير اللي هو سعد. سعد هذا الإنسان اللي هو عم مريم، سلفة لميادة، شقيق عمر، اللي دفن أخوه ودفن أبوه وأمه، ثم طلق زوجته وأصبح وحيد فقط لخدمة أبوه. فكر بطريقة منطقية، لا كيف بده يحتوي ويكسب بنت أخوه اللي فيه مش حاجز واحد ولا جدار أو شغلة، في بحار محيطات بينه وبينها، يعني مش قادر يصلها، مش قادر يتواصل معها، في ظل أم بتبعد مريم عن كل ما يعني ما يذكرها في أهلها. يعني ما حاولت خلال 12 سنة إنه تقول في أهل إليك أو في عم أو في، بالعكس كانت تحكم على سعد من خلال الوقائع اللي تعاملت فيها مع قبل ما يموت عمر وقبل ما تطلع، وخرجت من عندهم بطريقة هجومية عنيفة، عنفتهم جميعا، وظلت محرجة من إنها تعتذر لهم لبعد 12 سنة، مع أنهم هم قبلوا اعتذارها قبل ما يسمعوا منها وأعطوها العذر من في ذلك الوقت. يعني شعروا معها أنها مصابة بزوجها، مصابة بفقدان بإجهاضها، بالتالي ما كانوا حاملين عليها هالحمل، لا بالعكس الجدة تركت لها الوديعة، تبعت العقد اللي بدها تعطيها إياه. العم كان بإمكانه زي كل الرجال الشرقيين اليوم، بيكون الواحد أخته ساكتة في الحارة اللي جنبه وبطلع لها ورثة دنمين، بسوي ميت مستحيل عشان ما يعطيهاش الدنمين. هذا الزلم يظل بده يعيد ويعيد اللحمة لهذه الأسرة، واستطاع في النهاية يعني تغير كليا، تغيرت نفسيته، تعامله تغير. فانصدمت لما أجت مريم، شعرت في أنه مش هذا عمها اللي بيحكوا عنه، أو حتى ميادة. يعني إذا لاحظتي في آخر الرواية لما وقف هو إياها وبدي يودعها أو إشي، فبنتها بتقول يعني والله أنتوا يعني تلبقوا لبعض، تزبطوا أنكم ترجعوا متزوجين. فهذا السعد كان يعني في رأيي يعني ممكن يكون الوقت هو الكفيل بتغييرهم، يعني لا شك الشرخ اللي كان بينهم كبير كتير. لا شك الوقت والحدث هو اللي غيرهم. يعني الإنسان العراقي اللي شافه، يعني كثير في ناس كنا نقرأ في المرات على الصحف وإشي هيك يحكوا إنه والله في واحدة أو مكاتبة أو كاتب أو إشي، صدام الله يرحمه أعدم أبوه، وما مع ذلك يقول يا ريت نرجع تحت عهد صدام. التغيير الوقت الأحداث اللي صارت في العراق هي اللي خلت الناس تغير أفكارها. العراق بعد ما كانوا درة الشرق أصبحوا مشتتين مهجرين. يمكن أنت بدي أحكي لك منظر إذا تسمحوا لي، يعني بس منظر بسيط. في سنة 92 يعني أخذت زوجتي على المستشفى الإيطالي، بدها تخلف ولد من أولادي، أخذت على المستشفى الإيطالي، كانت الساعة يمكن واحدة بالليل، فحكوا لي بدها ساعتين زمان، قلت بديش أروح أروح وارجع هيك، بدي أنزل على البلد. مشيت من عند المستشفى الإيطالي للساحة الهاشمية القديمة اللي كانت فيها مواقف السيارات، لو تشوفي كم اللاجئين العراقيين اللي كانوا عند نايمين على كرتين عند مكتبة الأمانة هيك، هذا كان يؤلم ويجرح الإنسان. كانوا ينتظروا في المفوضية العامة للاجئين على أساس يصح لهم هجرة للخارج أو إشي، فيش إنسان صحيح.
هلا هذا طبعا لا شك فيه انه في اكيد في معاناه وفي مهجرين في ناس ظروفهم صعبه. هلا اللي بالروايه عشان بس نرجع شوي للروايه، الروايه هي ذكرت امور اخرى، يعني ذكرت مثلا اوضاع الاشخاص اللي تهجروا او راحوا وكان وضعهم تمام، بس انهم انسجموا بالمجتمعات، اضطروا انهم ياخذوا او يتقمصوا، خلينا نقول الكاتب اغفل الكاتب المعاناه اللي عانوها ما بين خروجهم من العراق لوصولهم لاوروبا. طبعا طبعا ووضع لو بينها كان بدهم يرجعوا لها هي. نعم، لما نعم. كانوا يكتبوا بالروايه انه هي مش نفس بغداد اللي في ذاكرتنا، احنا ما بنقدر نرجع لبغداد اللي في ذاكرتنا. هي هاي. طيب شكرا. انا بما اني الهوست فراح اغش شوي وبدي احكي بما اني مش قادره ارفع ايدي. لا انا راح احكي جمله كتير كتير صغيره بس انا حاسستها هي، يعني انا بالنسبه لي العنوان كان عنوان عبقري جدا، لانه فعليا هو اختصر لك كل شيء ممكن تلاقيه بالروايه. كريسماس ومكه فيها نقطتين، فيها أول شيء إنه هو جمالك التناقضات اللي هو فعلاً كان واحد من المحاور الرئيسية بالرواية، اللي هو التناقض الكبير بين الشخصيات، بالذات الجيل الأول، سواء بالجيل الأول أو بالجيل الثاني من المهاجرين، وهي كانت كتير واضحة بالرواية، الصراع بين التقاليد وبين الدين وبين الحياة الجديدة والمفاهيم الجديدة اللي تعرضوا لها بالغرب. والشغلة الثانية كمان أنا حسيت فيها كأنه دعوة لتعايش الأديان والحوار الديني. هو صحيح كريسمس ومكة بتوحي لك إنه مسيحي مسلم، بس هو الموضوع كان مسلم شيعي، هو يهودي مسلم، هو يهودي مسيحي، هو ينطبق على كل الأديان. فأنا حسيته كتير عبر عن الرواية بالعنوان. أنا في كتير طبعاً أشياء بدي أحكيها بس رح أعطي المجال للجميع. بس تذكرت شغلة عبود الصبح كانت بتقول لي انه بكيت كثير، بقولها انا ما بكيت على الروايه مع انها كانت كثير مؤثره، بس مش عارفه ليه ما بكيت. بس في جزئيه بكتني، كان عندي دكتور بالجامعه اسمه حسين رحمه الله باقر، فلما كنت كثير احبه، فلما شفت الاسم هيك تذكرت ايام كثير حلوه، فبس رحمه الله علي. نعطي المجال لمحمد القيسي. يعطيك العافيه، مساء الخير. يعطيك العافيه، يعني شيء حلو جدا، جلسة رائعة كثير، لأني حاب أحكي يعني. هسا بالنسبة للكتاب أنا ما قرأته لسه يعني، بس شدني إنه كريسمس في مكة. هلا مكة هي باب يعني، باب لعالم آخر. ففي مرة كنت هيك أنا وأبوي قاعدين وماكس أنا وياه يعني نحكي، بقول له يا أبو أنت يعني كم مرة حجيت مثلا؟ 5 و6 يعني كيف. طب يا أبو إيش مكة، شو فيها مكة؟ طبعا يعني جواب يخالف طبعا، لانه يمكن كهض انا رايي الشخصي يعني، يمكن هاي ما تكون مكه، يمكن مكه تكون شيء ثاني، ميبي الله اعلم. بس انه يعني يعني حق اني اعطي رايي. طبعا الحج عندي الحمد لله، الحمد لله كل شيء. ف يعني مكة إشي مش سهل، وحتى الشخص إذا بده فرضاً يروح يسوي عمره عشان يعني يمكن يا الله يا رب إنه يصلح الحال. بس حتى كمان صارت خلينا نحكيها على يعني ما بدي أحكي السياسي، بس خلاص إنه يعني صارت حصة ناس. وبرضه إلها تاريخ جدا جدا يعني شريف شريف شريف. أكيد بس طبعا هم اختاروا المكان لأسباب هلأ بنحكي فيها أكثر. أوكي
Thank you very much. يعني حنحكي كمان بهدف كل واحد ليش راح على العمرة وهدف كل واحد ليش راح على مكة. بالضبط. إيش تعني له وكيف ارتبطت الأسباب مع بعض آخر شيء. بالضبط. هو الدور لدينا بس أنا دينا بعرف صدرها واسع فنعطي الدور لحدا ما حكى وبعدين رح نرجع لك دينا. أوكي؟ أكيد طبعا. أوكي. عهود. مساء الخير جميعا، يعطيكم العافية. أنا اللي تعاطفت معه أول إشي طبعا الرواية بتجنن، وزي ما حكت سلمى أنا كتير بكيت وكان موفق باختيار العنوان، يعني هو اللي بشد العنوان أكتر إشي شدني أقرأها عدا إني بحب الكاتب. أول ما قرأت أنا تعاطفت طبعا مع ميادة، إنه فقدت أخوها متغربة، فقدت جوزها، معها بنتها حابة تلاقي مستقبل لبنتها اللي هو التيبيكال المرأة العربية، زوج بنتها زواج شرقي وهي القصص. بعدين بصراحة يعني لقدام لما صرت أقرأ يعني حتى كنت قاعدة وعم ببكي، يعني فحتى يعني كان الوالد جنبي إنه بقولي ليش بتبكي، أنا عم ببكي عن جد، كنت أبكي على بغداد. حسيت إنه حكي الجد وحتى حكي أحمد هذا التاريخي إنه عبقرية الكاتب دخلهم إنه يحكي عن وجع بغداد، إنه بغداد حسيته حتى شخصية زيادة، يعني إنه كيف حتى في مشهد هذا أحمد المستنصر بالله إنه بيحكي كيف كان يهرب، فإنه بتطلع كيف إنه الشوارع خربانة والقصور خربانة وإنه الناس كلها مو هممهم إنه بغداد اتدمرت بس هممهم حالهم، إنه حسيته بده يحكي إنه قديش إنه بغداد تعذبت، وجع العراقيين طبعا كلنا عارفين وجع العراقيين وكيف تهجروا العراقيين كيف، بس يعني ما بعرف حسيته متقصد يحط الشخصية التاريخية إنه دي فاجينا كيف عذاب بغداد من قرون من التتار، كيف حتى في حلقة شخص حكى إنه أكثر من مرة سقطت بغداد، ما بعرف حسيت الكاتب يمكن إنه هيك يعني بده يحط هاي النقطة يعني قدامنا إنه ما بعرف. أنا بالنسبة لي تعطفت كتير يعني، والقتل الطائفي وكيف حتى يعني حتى الموظف الحكومي لما راحت تلاقي شخص جسد زوجها، فإنه يعني حتى كيف بيحكي معها إنه اللي من يومين ما دخلناهم جو، يعني ما هيك هاي الحركة هاي اللقطات هي نفسها كأنه عم بكرر التاريخ. لما كان أحمد استنصر بالله لما كان يمشي وكان جثث في بغداد بعد المذابح اللي صارت، هي نفسها لما كانت ميادة هي وسلفة سعد لما كانوا يمشوا يدوروا على عمر زوجها، فكأنه التاريخ يكرر نفسه، كأنهم الناس عم بيعانوا بشكل متكرر يعني من نفس الأحداث. بالضبط، حسيت بدي يحكي إنه لأمتى بغداد تضل إنه تتوجع هيك، يعني أنا بالنسبة لي هذا يعني حسيته دخلهم أصلاً حتى يعني، لأني ما بعرف أنا قرأت له رواية قبل يعني كان انترستد بالشخصيات يعني مش انترستد بالشخصيات اكثر، مش عارفه كيف احكي الجمله، انه كان بحطك بالشخصيات اكثر، هي حسيته دخل المكان زياده، اعطى بعد المكان زياده منه للكاتب. يسعد مساكم جميعا، شكرا كثير. سلمى قبل بس ما ندخل على دينا بدي احكي شغله اللي حكتها عهود. اذا لاحظتوا قد ايه في عنده يعني صراحة رهيب كان باستعراض الشخصيات من أكثر من ناحية، يعني كان صعب إنه مثلاً يحكي باسم كل شخصية، كل فصل كان باسم شخصية فكانت تحكي تتحدث عن نفسها، بس بنفس الوقت هو استخدم شخصيات مساندة أو تظل اللي هي تساعد بإنك تشوفي أو تشوفوا جوانب تانية من هاي الشخصية، فإحنا نعرف مختلف وجهات النظر. يعني أنا مثلاً شخصياً تعاطفت مع الكل لأني أنا عرفت وجهات نظر مختلفة بأكثر من موقف، ما أخذت فكرة عن ميادة بجانب واحد، لا هو يعني قدر يفرجيني شو مبرراتها، قدر يفرجيني شو دوافعها بأكثر من مدة زمنية اللي عم بتصير على شخصيتها، ونفس الشيء بالنسبة للشخصيات الثانية، يعني التفاعل بينهم كان ديناميكي كتير، ما كان ثابت، ما كانت شخصيات ثابتة مثلا أو إنه شخص واحد بيحكي عنها، ف يعني أتقن جدا الحديث عن الشخصيات والتفاعل اللي صار بينهم بأنهم يوضح نفسياتهم يوضح مبرراتهم فتتعاط. يعني أنا مثلا تعاطفت مع الكل، ما قدرت إني أقول هذا الشخص هو مسبب أو تسبب للشخص الثاني بحدث معين،
ونفس الشيء طبعا الأحداث، بس يعني الشخصيات قدر يدمج بين الشخصيات الظل والشخصيات الرئيسية بطريقة تخدم بعض. طيب. برضه رح نرجع لدينا، بس لأنه لسه في كم من حدا ما حكوش، في عنا آدم وهديل ورنا دور هيك، وبعدين دينا أكيد لأنه دينا يعني كل الدور صح. آدم. الأخت أسيل سألت على موضوع المعاناة مع الشعب العراقي أو العراقيين الآني منهم. أنا عندي فد تجربة شخصية، على ما تعرفون شنو هالتجربة لازم شوي تعرفون عني أكثر، أنه أنا هاجرت من العراق في منتصف التسعينات، كانت يعني في فترة الإعدادية، فنقدر نقول كانت مراهق. فالتقيت بهاي الشخصيات كلها، والتقيت بالجالية العراقية والعربية في السويد. كانت صورتي عن العراقيين هي الصورة اللي يمثلها الكتاب، اللي هي فعلية إلى حد كبير، هي فعلية شعب دولة دخلت حروب أهلية وحروب أقليمية. فزرت العراق سنة 2004 أول مرة، بعدين زرتها كذا مرة، بس أكو شيء واحد شوية خلاني أستغرب. نعم شفت كثير ناس متعرضين لصدمة، بس شفت ناس صحتهم النفسية جيدة جدا. في نفس الوقت لما عشت في دولة مستقرة مثل السويد، اندهشت شفت ناس أدهم المفروض كل المستلزمات المطلوبة للحياة السعيدة وكانوا مو سعداء. أنا أعتبر ما تعرضوا للعراقيين صح هو محنة قاسية جدا، ولكن كل شعب كل إنسان ممكن يفوت بهاي المحنة. أنا بالكتاب استوقفني شخص وما ذكره، أنا أبحث عنه، بديت أشوف الكتب الأخرى لأحمد خيري عن شخصية عمر، الإنسان اللي مو فقط بقى بالعراق على مود أهله، أنا أشوفه أنه بقى على مود وظيفته. أنا التقيت بالعراق بمن زرته بالصحفي، بالأستاذ المدرس البقى هناك ومهتم عنده رسالة. أنا هذا الشخص اللي كنت أشوف مقتله وفاته كانت محرك لكثير من الأحداث، وهذا اللي كنت أتمنى أعرف شنو كان في يدور في بال في صورة المؤلف، شنو هذا الإنسان البقاء وخلى يأخذ هذا الخطر. صح كان يريد يقع في العراق، بس هو تأخر بهذا الموضوع، كانت الوضع دي سوء من فترة، من أول 2005 تقريبا بدأت الأمور تسوء بصورة يعني كبيرة في العراق. أتمنى، لأن هاي المسألة أنا كثير تعبتني من التقاء بالجالية العراقية والعربية من أشد في الخارج، النظر للموضوع بهاي الصورة المأساوية. نعم هي بها جزء مأساوي، بس هم بها جزء باهر، أنه الإنسان يلتقي بنماذج قدرة تتواجه هاي الحياة الصعبة وتسوي فد رسالة جميلة في بلدانها. شكرا. كان هذا في عنا هديل سلمى دينا يا هاي مساء الخير. كان خلي اللي ما حكى يحكي بعد ما تخلص هديل، انا ممكن احكي. اوكي خلص اذا متفقين. مساء الخير سامعيني؟ سامعيني. اوكي اول شيء شكرا، I'm really happy انه كنت بيناتكم. متأسفة لأنه ما قدرت أقرأ القصة يعني قبل يومين، يلا عرفت بالموضوع وانضميت لكم، بس أكيد راح أقرأها. قبل ما أسترسل، أول شيء أريد أأكد على اللي قال آدم، اليوم عندنا العالم يحتفل بالWorld Mental Health Day، وأنا اليوم صراحة كنت أحد شوي نفسي، أتمنى تفهمون اللهجة العراقية يعني ما عندكم مشكلة في فهم المفردات. فاليوم صباحا كنت أحد شوي نفسي أقول المفروض يعيدون النظر بهذا الموضوع، لأنه غريب أنه الشعب العراقي مر بكل هذه المآسي، عقود طويلة من الحروب، وإذا نقعد هسه في مكان راح نشوف أكثر ناس يطربون للأغاني ويضحكون ويفرحون هم العراقيين، وأيضاً عندهم من المشاعر الفياضة يتأثرون جداً بأي أي حادث بمشاعر ويبكون. يعني المهم الوضع أبداً مو بهالمأساة، يعني ما أثر عليهم بالشكل اللي
اللي نصوره الحمد لله، بس أكيد الأيام والسنوات والعقود كانت صعبة جداً. أنا ما قرأت القصة أجين، بس من الكلام اللي صار أقدر أفهمها وأقدر ألخصها بعدة محاور. أنا طبعاً محامية، بس حتى تعرفون الباكجراوند مالتي مو سياسية ولا خبيرة سياسية ولا أبداً، لكن نظرتي الخاصة للموضوع. أقدر أنظر للموضوع أول شيء هو الكونفليكت بين الكالتشرز، بين الكالتشر العربي الإسلامي وبين الكالتشر الغربي، وكيفية الاندماج اللي تكلمت عليها دينا، أعتقد كانت تتكلم عن شخصية سعد، والديفيكولتيز اللي واجهها بتربية بنته وكل هالمآسي، واللي هي كل الشعوب العربية الإسلامية اليوم تواجهها لما ينتقلون من بلدانهم إلى البلدان الأخرى اللي يتوقعون أنه الحياة بها أحسن وفرص العمل أكثر. وهي هذا الموضوع الطويل كليتنا نعرفه وعندنا آراء مختلفة أكيد به، لكن أنا واحدة من الناس اللي أشوف فرص العمل وفرص النجاح بدولنا رغم الصعوبات هي أكبر بكثير، وعندي من هذه الأدلة الكثيرة أيضا. طبعا هذا مو معناته اللي يطلع برا، يعني أكو advantages و disadvantages، لكن هي بالانس كل واحد يقارن الأمور، لكن تبقى هذه difficulties بين الثقافات، الثقافة الغربية والثقافة العربية الإسلامية gap كبيرة يوقع فيها اللي يسافر ويواجهها. هذا on one side. بالجانب الآخر بالعراق خصوصا، أتكلم عن تجربتي كعراقية عاشت بالعراق بعصور الذهبية وبعصور الحصار الاقتصادي الصعب جدا، وبما بعد الحصار اللي كانت هي بقناعتي أصعب فترة مرت على العراق، اللي هي كانت حصرا بين 2003 و2010. هذه يعني صحيح كانت مأساوية بكل معاني الكلمة. كنا في يوم من الأيام، يمكن 2009-2010، احتفلت في يوم من الأيام أنه على 6 العصر فتحت اللايت بالسيارة، لأنه كنا لسنوات طويلة ما نقدر نطلع بالسيارة بعد المغرب، بعد 5-6 العصر. فيوم اللي قدرت أتأخر وأفتح اللايت كان يوم عيد، فكانت فترة جداً صعبة. الجثث بالشوارع صحيح، الموت، القتل، القنص، الدمار، لكن بقناعتي العراق كان لازم يعيش، وكثير من الدول اليوم بالمنطقة يمكن نشوفها ظاهرياً مستقرة ومرتاحة، لكن أكو كونفليكت داخلي موجود، أكو صراع موجود، لازم في يوم من الأيام يظهر. The sooner is better، كل ما يدخلون بها أسرع ويطلعون منها بنجاح هو الأفضل، طبعا حسب تجربة كل بلد وشلون يقدر يطلع منها ويستفاد منها بنتائج إيجابية مسلبية. العراق بهذه الفترة بقناعتي كان يمر بثلاث صراعات، again أنا محامية مو سياسية، لكن هذه قناعتي الشخصية، كان يمر بثلاث صراعات. الأول هو صراع طائفي مثل ما نشوفه الظاهري جدا، هو صراع طائفي سنة شيعة، اللي هو كان مكبوت على مدى عقود طويلة، عقود طويلة جداً. كان أكو كبت، كان أكو شيء هدن. أنا لا أنتمي لأي من الطرفين على الإطلاق، لا أنتمي لأي منهم، لكن معروف أنه كان أكو فئة تعتقد أنه هي مظلومة وفئة ثانية كانت تعتقد أن الأمور بيدها، وهذا الكونفليكت كان لازم يتواجهون حتى يحلون، حتى يمرون، حتى يختبرون نتائج الصراع شنو الريزلتس اللي شنو انعكاساتها عليهم، ويقيمون التجربة ويقررون بعدها يستمرون بنفس الطريق أو ينهون هذا النزاع اللي استمر قرون طويلة، مو سنوات ولا عقود، قرون طويلة من 1400 سنة. هذا من جانب. من جانب آخر كان أكو صراع اللي هو أيضا تمر بالمنطقة، اللي هو بين الدين والعلمانية. صراع هذا موجود وكلنا نعرفه، وموجود حاليا بأكثر من الدول. اليوم كنت وصار لي على مدى اليومين أسمع الجلسات حوارية بخصوص رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ، كلنا نعرفها. ادخلوا على هذه النقاشات على اليوتيوب واسمعوا وجهات النظر المختلفة، شلون كفروا نجيب محفوظ لأنه أشار بالرمزية إلى الوجود والخلق، وشلون أكو ناس تدعمه وناس ضده. فهذا الصراع الكونفليكت موجود. بالعراق كان لازم أيضا ينحسم
بهذه المرحلة. وكان أكو صراع ثالث اللي هو صراع بين الديكتاتورية وصراع بين ما يتخيلون أنه هو الديمقراطية واللي هي بالحقيقة مو ما بيها من الديمقراطية شيء، هي فوضى. لكن أيضا كان لازم هذا الشعب، هذه الناس تعرف تدخل بهذا الموضوع بأبعد نقاطه وتكتشف أنه طريق الديمقراطية طريق طويل جدا، ما ممكن أن يتحقق بين ليلة وضحاها. يعني اليوم عندنا نظام ديكتاتوري، شعب متعود أني لا أنتقد النظام السابق ولا أني ما أريد أدخل به التفاصيل، بس أكيد أكو مرحلة لازم تمر بها الشعوب حتى تقدر تنتقل من حالة إلى حالة أخرى. الشيء الوهم اللي دخلوه بعقول العراقيين إنه هذا النظام ديكتاتوري اليوم تقدرون تصيرون أحرار وتقررون مصيركم بنفسكم، هذا وهم كبير جدا. كان لازم العراقيين يدفعون ثمن من تجارب يومية حياتية مؤلمة حتى يعرفون بالضبط ويتيقنون إنه هذه بروسس طويلة إلها تحضيراتها وإلها ثمنها، وبالنهاية يلا لما يسيرون على طريق معين يلا يوصلون إلى النتائج اللي المفروض يوصلها. بالنتيجة هذا الكونفليكت، الصراعات الثلاثة كان لازم يمر بها الشعب العراقي. أنظر للموضوع بتفاؤل وأقول زين أنه مرينا بها وإحنا دا نتعافى، وتقريباً التعافي بدأ من 2010-11-12 وبدينا شوية شوية أكو تطور، كل يوم أحسن من اليوم. اليوم العراق أحسن من قبل 4 سنين، وقبل 4 سنين أحسن من قبل 8 سنين، وماشيين بها الطريق. عسى أنه نقدر نتخلص من تدخلات الدول الأخرى. المهم هذا كله سياسة. أضم صوتي صوت أمجد وأقول أنه اليوم العراق زين، واليوم الشعب العراقي زين، قصص مأساوية. لكن بس عندي ملاحظة أيضا، العراقيين اللي هاجروا من العراق قسم منهم، يعني إحنا 92 ما هاجرنا ولا كان أكو أي داعي نهاجر. العراق بال 92 كان وضع الاقتصادي مثل شوية أقل من الوضع اليوم بهواي دول عربية، لكن العراقيين اللي هاجروا بذاك الوقت يعني for no real reason هاجروا أو اختاروا، هذا خيارهم، بس ما كانوا بحالة اللي تجبرهم أنه يكونون محل ضعف أو إلا اللي اختار منهم أن يكون بهكذا حالة. هذا بريف. شكرا جزيلا و happy to be here again. إن شاء الله أشوفكم حلقة أخرى. شكرا لك. بس معلش بدي معلش الرواية لأنه فيها كتير أحداث. أنا عارف إنه الموضوع طبعاً بده يشت ونطلع لهاي الأشياء، بس خلينا نحاول نضلنا بجو الرواية وما نتفرع كتير، لأنه هي فعلاً لسه فيها أشياء كتير بدنا نحكيها، ودينا كتير طولنا عليها. بس بصير بدي أجاوب على آدم وعلى هديل بسرعة كتير، لما حكوا إنه لسه الحالة النفسية للعراقيين منيحة بالرغم من كل اللي شافوه. أنا برأيي أو من اللي بشوفه، يعني مثلا حتى إذا شفنا مثلا بعد الحرب اللبنانية أو حتى من خلال الحرب اللبنانية، الشعب اللي بيشوف الموت قدام عيونه بصير يتمسك بالحياة أكتر، بصير متقبل للحقائق أكتر، وبصير بده يتشبث بالحياة بقد ما بيقدر. بس هاي اللي كنت بدي أحكي. دينا كتير طولنا عليك، تفضلي. ولا يهمك. سلمة ممكن ملاحظة بالله؟ تفضل. في مشتركين. سلمني صوته. في مشتركين بدهم يحكوا بس مش عاملين ريز هاند، زي انا بتذكر مسج من رنا خوري. رنا هلا دورها بعد. دينا طوالي. لا ما شايفينها احنا. اوكي شكرا. شكرا كثير. انا بس تعليق واحد بالنسبه للعوده بين التاريخ والفتره المعاصره. كثير حبيت تعليق اتخيل سعيد لما حكى عن الجد، إنه الجد هو الراوي باسم أحمد المستنصر بالله. أسيد عفوا. كتير لقيت تعليقه موفق، بس أنا نظرتي كانت للموضوع شوي مختلفة. حسيت إنه كان في هدف من ذكر الكاتب لبغداد فترة العصور الذهبية، وكيف المستنصر اللي هو العم أحمد المستنصر بيذكر أمجاد أو أعمال والده الظاهر وأعمال الأخ اللي عمل المستنصرية، مدرسة المستنصرية والنظامية،
وكيف أنه العراق كانت بلد فيها خير وفيها رفاهية وفيها ترف، وبعدين لما طلع من السجن تبعه بمساعدة إسحاق وشاف الجثث مرماية وشمر ريحة الجثث اللي عم تتحلل، وكيف تبدل هذا يعني هذا الخير تبدل لرعب وذعر وخوف وعدم أمان. هذا هو نفس الشعور اللي شعرته ميادة وسعد هم عم بيدوروا على عمر، وقبلها لما كانوا لمدة أسبوع مش عارفين إذا الرجال الطبيب اللي كان بالخفارة وراجع لبيته ميت ولا عايش، ولما بلشوا الجهات الإرهابية يساوموهم إنه على الرانسم إنه الفدية إنه أنتوا تدفعوا الفدية وبنرجع لكم إياه، ودفعوا الفدية ومع هيك لقوا مرمى قدامهم على جثث. أنا مع مش متأكدة بصراحة أسيل ولا لا اللي حكت إنه الشعب اللي بيشوف الموت بيتمسك بالحياة، هي كمان الشعب اللي بيشوف الموت كمان بيصير عنده نوع من الصدمة. الشعوب اللي بتتعرض أو بتكون هالقد قريبة من الموت ما بنقدر إنه نقول عليها شعوب طبيعية، مع حبي الشديد للعراقيين وأنا بعتبر حالي نص عراقية. وعلى فكرة كتير صعب علي بالنسبة لي إني أحكي هلأ باللهجة الفلسطينية وأنا عم بسمع عراقيين، أم إكستريملي تمتد بس مخي مش راضي إنه يخليني أحكي باللهجة العراقية وفي فلسطينيين، لأني برمج إني أحكي باللهجة الفلسطينية مع الفلسطينيين عموما أو الأردنيين. الربط بين الجثث والعراق أيام الخير زمان هو نفس الربط بين عراق اللي كان الجيل القديم اللي هو جيل الجد شايف عراق الخير أيام شارع الأميرات والأميرة بديعة وأيام الملكية وأيام عز العراق، ولما العراق بلش أو بغداد اللي بلشت تنهار من الثمانينات إلى 2003 وخمسة لما صارت حتى القاعدة وما القاعدة داخلين جوا العراق وقاعدين عم بيقتلوا، وغير الميليشيات اللي قاعدة تشتغل، عصابات الشوارع اللي بلشت تشتغل وتمسك البلد والرعب اللي صار فيها. المستنصر بالله اللي ما كان عنده مشكلة إنه يطلع من بغداد لأنه هاي البغداد تختلف عن البغداد اللي هو بيعرفها، لما الإنسان يكون غريب عن البلد اللي بيعرفها لأنه فقد الأمن اللي هو أساس علاقتك بالوطن هو اللي بيخلي الإنسان يترك. فهو أنا حسيته وكانوا عم يعطي explanation ليش كل هدول الناس طلعوا، سواء ميادة أو عمر اللي الرجل الوطني اللي بده يمسك مهنته ويضله يشتغل بالمهنة تبعته ما بده يترك أهله، بس مع هالشي معنا ميادة قرر إنه خلاص بده يروح. هو شعورك بعدم الأمان هو اللي بيخليك تترك البلد. وآخر شيء الكلام اللي كانوا قاعدين عم بيحكوه إنه بغداد بالنسبة للأجيال الجديدة هي نفس البغداد، يعني هم بالنسبة لهم ما اختلف عليهم شيء، هي هاي البغداد اللي هم رح يتذكروها بذاكرتهم ورح يتذكروها بحب، ما رح يتذكروها بحسرة مثل الأجيال الأكبر لأنه بيكون شايف كيف كانت وكيف صارت. فسبحان الله هي حسيتها وكأنها قصة بغداد عن طريق الـ الأفراد اللي هم حيدر وسعد وميادة وعمر والجد والمستنصر، وحتى بذهاب هدول الأفراد تبقى بغداد بغداد لأنه بيبقى في أفراد جداد بيعيشوا بغداد وبيحبوا بغداد وإن شاء الله بيرجعوا بيعمروا بغداد. أنا حسيتها هي قصة رومانسية لا بغداد عن طريق هالناس باختلافاتهم من العراقيين القديمين اللي هم عايشين ببغداد من أمثال سعد للي قرروا أنهم يطلعوا ومتمسكين بجذورهم مثل ميادة وعرفت أنها ترجع ترايز من بعد تنظيف الحمامات وما بعرف شو، رجعت لأنه تعطي حياة كريمة لبنتها، لحيدر اللي هو اندمج مع الحضارة الجديدة اللي قاعد فيها، للجد اللي حبيبي مات برا البلد مثل المستنصر اللي كمان مات برا بغداد. وأسفة طولت عليكم. شكرا دينا. رنا مساء الخير عليك. لا أبدا، مساء الخير للجميع. طبعا حسيت أنا قرأت هيدي القصة من شي 6 أشهر
طبعاً بعدني بتذكرها لأنه مثل ما قال الكل أثرت كتير علي. نحن بلبنان الصوت راح ولا من عندي بس؟ لا الصوت راح على فكرة. الصوت راح ما عم بسمع. راح. لا راح. من عم بيقطع رنا بصوتك لو تحركي صغير المكان. صارت كتير عارف في إلا. ألو؟ الصوت بس عم بيقطع. فالحرب رح فأزم أثر كتير. الحرب طبعاً مش بس بوقتها، هي تبعاتها اللي بتجي بعدين فبتأثر كتير. ونحن طبعاً ما كانت حرب طائفية، كانت أكتر دينية يعني. وبعدنا يعني الجيل الجديد كمان نحن منحذره من أي شيء في حرب لأنه هيدا مدمر للإنسان. بس بحب أعلق هون نقطتين. بدي أقول أول شيء أنه الإنسان العربي لما بيطلع لبرا مش بس إذا كان مسلم بيتأثر سلبي، حتى العربي المسيحي في أشياء ما بيتفق معها بالغرب. يعني أكيد الرجل المسيحي ما بيحب بنته تجيب ولد مش من خلال زواج، يعني هيدا كمان بتأثر. هلأ حبيت أعطي بس أحلى صورة اللي بقيت ببالي، اللي هي صورة لما كانوا عم يتناولون الطعام بمكة وعملت بروجكشن هي مريم على الحيط على الكريسماس تري. ولقيت هون انه الانسان اولا مثل ما حكى غير ما على الانفتاح، وثاني شيء انه بامور بسيطه فينا نحن كمان نتاقلم وندمج الاشياء مع بعض لحتى نقدر نعيش حياتنا مش بازدواجيه. شكرا. جميل. رنا عم بيضل يقطع الصوت عندها، هي حكت شكرا خلاص كأنه رنا أسيل معنا في آخر جملة حكت كتير حلوة إنه حتى لو في عنا هوية معينة أو مختلفين عن بعض، بس الدمج الثقافات هو اللي بيخلينا ما نعيش بهالازدواجية أو بهالأزمة اللي تعرض لها حيدر أو غيره. بعد إذنك بس أسيل هلا دوري أسيل بعد إذنك بس ممكن تخليني أحكي جملة واحدة بعدين تكملي لو سمحتي. بعد إذنك لا. أوكي لا هو بس تأكيدا على اللي تفضلت فيه رنا قبل شوي، أنا في شغلة بتذكرها من الذاكرة. عام 2001 صار ضرب الأبراج بنيويورك، أحداث 11 سبتمبر صارت فيه بأمريكا، بعض المتعصبين صار في عندهم موجة ردود معادية، صار فيه هجوم على مساجد على مدارس إسلامية كذا. أنا لحد الآن بتذكر عمري ما بنسى الخبر، هجوم على كنيسة أرثوذكسية كنوع من الانتقام من اللي عمله بن لادن. يعني كان حتى الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة الشرقية كان محسوبة على المسلمين هيك، أو حاسبيها على الشرق عفوا من صح التعبير، إنه كل الشرق واحد يعني. هاي ملاحظة. Thank you. Interesting. أسيل. أوكي في كذا نقطة حابة أحكي عنهم بشكل سريع. موضوع سارة اللي هو الأب اللي هو الهايد اللي هو البريطاني، هو حيدر شيعي بس هو صار ببريطانيا صار هايد وتزوج من بريطانية، وحتى ما يعني أشار الكاتب إنها ما كانت عذراء وكان عايش معها لفترة من الزمن وتزوجها زي أي بريطاني مثلا عنده هذا الموضوع عادي. وبعدين بنته شاف في علامات معينة عند بنته بس ما نبهها، يعني كأنه إنه هو تهمة إنه هو يكون أصله عربي أو أصله شرقي. يعني زي ما حكيت لنا أكيد بوافق، أكيد حتى المش مسلمين اللي برا اللي هم أصلهم عرب ما بيفضلوا هاي الممارسات، بس رغم هيك ما علق إشي لبنته، ضل ساكت 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 لحد ما بنته فاجأته. طب أنت إذا حاسس في إشي غلط من قبل ليش ما نبهت بنتك؟ ليش ضليت ساكت؟ طب فهم الأم، أنا بدي بنتي تتربى بطريقة معينة، كيف أنا بعدين ما بقدر ألوم البنت؟ البنت تربت ببيئة بريطانية وأمها بريطانية وما حدا نبهها أو ما حدا قالها هذا ممنوع وهذا مسموح، بعدين أجي أحاسبها. أنا بعتبرها بنت بريطانية حتى لو إنها أصولها عربية أو الأب عراقي مسلم. يعني هاي النقطة اللي حكت عنها دينا أسيل أول الأول اللقاء بالزبط. هاي النقطة حكت عنها إنه الأزمة اللي هو كمان بالضبط. وهاي مش بس عند حيدر، أنا بعرف كتير ناس يعني أنا بعرفهم وزوجاتهم أجنبيات والبنات تزوجوا أجانب وتزوجوا مش من وما أسلم يعني العريس أو اللي تزوجته بنته يعني.
يعني هاي كثير بتصير، مش بس عند العراقيين اللي اغتربوا، لا لا، عند الكل. اي حدا اغترب اكيد تعرض ل، يعني صار سمعنا اكيد بقصص هيك كثير. هاي شغله كنت احكي عنه. بس هو كمان حيدر كان مهتم بمنظره قدام الجاليه العراقيه، وحتى اخته مياده حاولت تلاقي له حل عشان هو يبيض وشه قدام الجاليه العراقيه، انه حاول انه يشتري بالمال او يقنع لوك انه يتزوجها، لو انه على ورقه او يوقعوا على ورقه انه لانه بنته اصلا كمان كانها ضد مؤسسه الزواج يعني. فهي اصلا موضوع كتير مهم، وممكن هذا لحاله ياخذ كتير نقاش، بس ما حطول كتير على هاي النقطه. في شغله تانية انه هي مياده الطلب الاخير، ما بعرف نيجي شوي عن نهايه الروايه، انه مياده تربيتها كانت مختلفه لمريم، وحتى الطلب الاخير اللي طلبته من سعد تنتقل للندن عشان تمكن بنتها تتعرف على عراقيين اكثر، عشان يصير فرصها بالزواج من عراقي فرص اكبر، وهذا حقها. كل واحدة يعني أكيد بتحب إنه بنتها تتزوج من نفس جنسيتهم، يعني أكيد هذا إشي مش غريب يعني عن أي أم يعني شرقية، بغض النظر كانت عراقية فلسطينية سورية whatever يعني. فهذا إشي أكيد معروف عنا. في محور ما بعرف إذا انتبهتوا له، إنه حيدر كان يحسد سعد على إنه هو كتير ابن بار، وإنه هو ما تسنى له إنه يودع أبوه أو يحمم أبوه لما توفى أو هيك. وبنفس الوقت سعد كان يحسد حيدر إنه هو تزوج ونجح بالكارير تبعه وكان دكتور مشهور ببريطانيا. ففي شغلة هاي كمان، إنه إحنا مرات لما نطلع على بعض من برا ما بنعرف شو هي الآلام الحقيقية اللي بيواجهها كل إنسان برحلته، إنه إحنا مرات بس نطلع من برا. وهاي هي النقطة اللي حكيت عليها أسيل بالنسبة للشخصيات، هو قدر إنه يغوص كتير في تركيبة كل شخصية، وشوف كيف عم تتعامل مع نواقصها أو شو محتاجة وشو مسار حياتها بناء على معطيات ظروفها. حيدر وسعد كان opposite، أنا حسيتهم كتير. هو رسم يعني كان عبقري بهذا الإشي، رسم سعد عكس حيدر تماما، فكل واحد شاف النقص اللي عنده إياه قدامه. هذا برضو أثر فيه يعني، انتبهت له كتير هذا المحور. أوكي شكراً لكم، عشان أعطي كمان مجال لغير. أسيل دائماً بتحكي اللي أنا بدي أحكي. Thank you. اختصرنا. مش قصدي يعني. لا لا بالعكس بالعكس، أنا ما كنتش بدي أحكي بس هي في بالي. نور. يس أنا صح؟ يس. يعطيك العافية. Thank you كتير على هاي الأمسية، عن جد كتير حلوة. وشكراً لداليا، هي دعتني. شكراً. هلا بالنسبة لهاي الرواية، أنا بصراحة عندي هيك معزة خاصة لإلها، لأنه يعني السنة الماضية زي هذا الوقت أظن كان في معرض كتاب، وكان الدكتور أحمد خير العمري موجود ووقع لي الرواية بإيده، وأنا قرأتها. يعني رواية هيك أصلاً إنه الكاتب وقع لي إياها لحالها هيك، قبل ما أقرأها قبل ما أعرف إيش هي أنا انسحرت فيها قبل ما أقرأها. طبعاً لما قرأتها يعني ما بعرف كتير هيك، تعرفي شو صرت هيك بعد ما سكرت آخر إشي بالرواية بحكي إنه يا حرام كل الناس بحزنوا، يعني كل حدا جواته إشي، كل حدا عنده نقص إشي، كل يعني هيك بتحسي إنه هذا الجانب اللي لفت نظري في الرواية، إنه زي ما قالت قبل شوي إنه حيدر بحسد سعد، سعد بحسد حيدر، ميادة كانت عم تتطلع على مرت مش عارف مين، يعني هيك كانت إنه بتطلعي بتقولي واو كيف إنه إحنا منشوف زي هيك الصورة بس المثالية عن كل حدا، بس إنه كل حدا من جواته في هيك إشي مكسور أو في إشي ناقص. أكتر إشي برضو لفت نظري إنها مريم صراحة، مش بس كمان علشان إمها أختتها وراحت على بريطانيا، بحس الجيل كله هلأ المدارس الانترناشنال، حتى لو إحنا هون بالبلاد العربية المدارس الانترناشنال، الثقافة، الانترنت، الهاي في لخبطة في الهوية، ما في يعني ما في صورة واضحة. فهذا الإشي كمان يعني هيك لما حطت ذكرتوها طبعا، اللي هي إنه لما حطت البروجيكتر وهيك، وحطوا كمان حتى الديك الرومي مع المندي، وحطوا يعني حتى ذوق الأكل يعني فيه هيك ميكس. بس يعني الرواية كلها حلوة، مش قادرة أتذكر يعني كلها كل مشهد فيها كان حلو.
في شغلة شو اسمها أم مريم. أم مريم أكتر وحدة بصراحة حزنتني بكل القصة، حسيت ضاع شبابها وضاعت حياتها، بس وهي عم بتحاول تلملم هيك زي الفرطط، زي الفرطط عم بتلملم بحالها، فتفوتة فتفوتة يعني، وبدها يا حرام زيها زي كل أم إنها تلملم بنتها. يعني كتير مست فيي يعني ميادة أكتر واحدة ما بعرف ليه وبس. شكرا نور. شكرا نور. احنا اللي رافعين ايديهم خلصوا، فهلا اذا بدك سلمى، سلمى بحق لك تحكي هلا، انت نفسك تحكي شيء. انا نفسي احكي كتير اشياء. طب احكي لنا، احكي لنا. ايش بدي احكي انا؟ بالنسبه لي يمكن الشخصيه اللي حبيتها اكثر واحدة هي سعد، او مست فيي كتير، لانه حسيته اكثر واحد كان ضحيه، انه هو انحط بظروف يمكن هو ما انعطى اوبشن يعمل اشي تاني، هو انفرض عليه انفرض عليه وضع، بس هو تعايش معه. هون كان هذا الحلو في الموضوع، انه هو تعايش معه، بس هو بالاخر فعلا كل واحد راح يكون فيه له حدا، بس هو صفى لحاله، ما له مستقبل، ما له اولاد، وعايش بالعراق مو حاسس له مستقبل. فانا كتير صراحة يعني شخصية سعد هيك حسيتها قريبة علي، أو حبيتها يعني، وبالذات إنه هو في شوية تشابه من شخصية القديمة. إنه هذا الحدا اللي لا، مش تفهموا غلط، مش شايفة حالي، بس إنه هذا الشخص اللي يعني شايف حاله إشي كتير، بس بالآخر بيمتص بما معناه. حبيت المشهد اللي بالآخر، اللي بتكون مريم قاعدة مع جدها قبل ما يموت، وبيقولها إيش بدك أحكي لعمر قبل ما يعني انه بس اشوفه ايش بدك احكي لعمر، وحسيت يعني هذا الموقف حسيته كتير حلو. هلا انا يعني هو اذا بدنا نرجع نحكي على موضوع صراع الهويه، او هو صراع فعليا، وزي ما حكت نور، اللي حكته نور كتير حلو، انه فعليا هلا الصراع بطل مش بس موجود عند الجيل الثاني من المهاجرين، هو صار موجود عندنا احنا كمان، عندنا داخل بلادنا. وفعلا بتلاقيه عند عند الجيل الشباب الجديد، اللي هو مش عارف ياخذ القيم الشرقيه او العادات اللي هو بيعتبرها عادات باليه، بس بالمقابل عم يتبنى عادات مش عاداتنا، فعم يرتط عم يصطدموا العادات مع بعض والمفاهيم مع بعض. فانا بحسه هذا صراع كتير كبير، يعني هم فعلا مش قادرين يحددوا هويتهم. لا انا حابه احكي بس رجع في ايدين مرفوعه، عندك حلا تفضلي. اوكي. هو زي ما قلتوا كتير في اشياء في الروايه انه تنحكى. هلا شخصيه ساره، انا كنت حابه اسمع ساره وهي بتحكي صراحه، شخصيه، لانه شخصيه ساره اللي هي بنت حيدر هي كل الشباب العرب اللي موجودين في امريكا وبريطانيا واوروبا وفي كل مكان، اللي بتربوا بين التناقضات الشرقيه والغربيه ومش وبيضيعوا انه وين بدنا ننتمي، بالذات اذا كانوا الاهل نفسهم ضايعين، لانه الاهل اللي زي حيدر بيحاولوا ينتموا للرجل، يصيروا هم الرجل الابيض، فبصير عندهم كانه كيف لما يصير عندهم عنصريه ضد مثلا الناس المهاجرين، كانه هم بنسوا حالهم انه هم اصلا مهاجرين، وبنسوا حالهم انه هم كانه انا خلص انا صرت بريطاني، وبصير يحاول ينتمي للاكثريه باي طريقه ممكنه. وبعد كل هذا بيجي بيطلب انه من اولاده انه هم يصيروا عرب او شرقيين، ما بنفع. الاولاد هذول الله يعينهم، لانه عايشين بتناقضات كتير صعبه، في المدرسه بيشوفوا شيء، في البيت بيشوفوا شيء، في الشارع بيشوفوا، وهذا شيء كتير كتير صعب، وفعلا تحدي كبير انك تقدر تربي اي طفل سواء ولد او بنت ببيئة غربية عندهم قيم شرقية، سواء مسيحي أو مسلم. أنا مع الصبية اللي حكت إنه الموضوع شرقي وغربي أكثر ما هو مسيحي ومسلم. كتير كتير صعب، يعني مو سهل أبدا. هلأ في لما إجت شو اسمها مريم تشرح عن إنه سارة مو هي الغلطانة، خالي غلطان أكثر، وأنا متعاطفة مع الكل وفاهمة كل واحد رأيه في الموضوع، قالت جملة كتير مهمة، قالت إنه أمي ربتني بطريقة
عشان تقدر تسيطر علي ربطني بطريقة إنه صار تقييمي لذاتي مربوط برضاها عني، فبطلت صرت أحس بالذنب إذا بعمل إشي غلط أو خارج عن القيم اللي هي بترضيها. وهذا برضه بحد ذاته مشكلة على فكرة، يعني مشكلة إنه نربي أولادنا تقييمهم لذاتهم مربوط برضانا عنهم، كأنه إذا ما كنتوا مستنسخين عنا إنه أنتوا ما تضلكم حاسين بالذنب. هاي 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 صراحة مشكلة تانية. فصفى إنه التوازن تبع إنك تقدر تربي ولد أو بنت متوازنين نفسياً، تقييمهم لذاتهم سليم في مجتمع غربي، وأنت بدك تربي على قيم شرقية، المعادلة هاي كتير كتير صعبة صراحة، ومو أي حدا بيقدر إنه عليها. هاي هاي وهذا اللي بيخلق دائماً أزمة هوية، لأنه الأهل نفسهم لما ينتقلوا على بلد غربي بيصير عندهم أزمة هوية، فكيف الأولاد أصلاً ما حيطلع عندهم هاي الأزمة؟ فهذا موضوع كتير كتير مهم صراحة. هلأ الإشي الثاني اللي حبيته كتير بالرواية طريقة وصف الكعبة من نظرة معمارية، وصف عمق مكعب الكعبة وشمولية الدائرة المحيطة فيها والتفاصيل هاي، لأنها رائعة. حبيت كتير كتير حبيت طريقة، أتوقع هذا الشخص الوحيد يمكن العمري هو اللي وصف في أي رواية في الدنيا وصف الكعبة من هذا المنظور، وأنا كتير كتير حبيت هذا هذا الموضوع. في كمان حبيت قصة إنه كيف برضو اللي قالتها أسيل، إنه كيف حيدر بحسد سعد وسعد بحسد حيدر ومو عارفين اللي مخبى جوا، ونفس الوقت ممكن إسقاط موضوع تاني عليه اللي هو كيف المشكلة ميادة كان شايفة سعد بنظرتها وسعد كان شايف ميادة، هو بيحكي عنها حساسة وما بتتقبل مزح ونكت وعندها عقد وبتعتبر إنه مرته بتغار منها، وبيعتبر إنه أخوه أصلاً على شو ماخدها، وأهل أهله بيراعوها عشانها مرت عمر المميز، وهي قصة عمر وسعد أصلاً لحالها قصة، والتمييز بين الأولاد وكيف بيحسوا الأفضلية وهاي القصص كمان. وهي بتشوف إنه مغرور ومتكبر وثرثار وبشوف الأشياء السلبية وكل الناس بالنسبة له غلط وهو صح، فكل حدا بيكون شايف الموضوع من جانبه هو بالآخر، مو فاهم التاني كيف بفكر في الموضوع أو كيف إنه بحس فيه. ودائما ما بنفترض إنه الإنسان حيتغير، لو إنه الحياة كتير بتغير، الناس بتنضج وبتوعى وكتير أشياء بتتكسر فينا وبتحولنا لشخصيات مختلفة أصلا يعني مع الوقت. كمان لما حكوا عن موضوع إنه سعد كيف شايف إنه عمر هو الأفضل دائما عند الأهل، هو الأحلى وهو الأزكى وهو المرضي وهو كذا، هاد خلق عنده عقد لقدام. والتمييز بين الأولاد إحنا مرات ما بنحس إنه قاعدين عم نعمله، بس هم بيكونوا حاسين فيه، وهاد بترك عندهم أمور بالضبط، بترك عندهم أمور على كبر. آخر شغلة بدي أحكيها عن ميادة حبيت فيها شغلة وما طقت فيها شغلة. حبيت فيها كيف إنها وفاء لزوجها تركت بنتها سنية رغم إنه هي شيعية، وهذا بحد ذاته اللي عملته إشي كتير أنا برأيي راقي، يعني إنها عشان زوجها اللي توفى صممت إنه بنتها تضلها على ملته، وهذا إشي كتير حلو بغض النظر شو ملته. يعني الشغلة الثانية اللي ما حبيتها فيها إنه مو من حقها أبداً الإشي اللي عملته بنتها إنها تمنع أهل الأب يتواصلوا معها، رغم كل محاولاتهم للتواصل، ورغم إنهم بعتوا الفلوس والبنت عم تتعلم على حسابهم، والبنت قاعدة اشترت بيت على حسابهم الأم وكل هذا الحكي، يعني هم عملوا الدور اللي عليهم حتى لو زمان مثلا غلطوا فيها بطريقة معينة السعد، لكن هم بالأخير حاولوا إنهم يتواصلوا، عملوا الجزء اللي عليهم، بس هي اللي كانت كتير غلطانة. وبعدين لإيش رجعتهم لحياتها؟ برضه عشان تطلب فلوس تنقل للندن، يعني في النهاية حتى لما رجعتهم لحياة بنتها رجعتهم مصلحة، وأنا هذا الإشي ما حبيته أبداً، لأنها أخذت حقهم وأخذت حق بنتها بالموضوع، سلبتهم حقوقهم، وهذا إشي أبداً أبداً مو مقبول كان بالنسبة لي. بس حلا شكراً كتير إنك ذكرتي النقاط اللي هي بين التفاصيل، يعني بين الأحداث، وهي كتير مهمة فعلاً. في حدا رافع إيده؟ سلمى بدي أحكي بس دينا تفضلي. دينا وآدم. أوكي دينا وآدم. معلش سامحوني أنا كتير اتدخلت اليوم. هلأ أنا كتير حبيت تعليقات حلا، كتير حلوة. بالنسبة لتصرف ميادة الغير مقبول، أنا معك أنه تصرفها أبداً مش مقبول، بس ما أتخيل أنه تصرفها كان أنها قررت أنها بدها تحرم مريم من أهلها عشان كانت منزعجة من
من سعد. يعني هلأ بالنهاية كلنا بالعيلة تبعتنا في هالشخص التقيل الدم اللي الكل بيتحاشى، بس هذا الشيء ما بيخلي عائلة تنقطع عن، يعني جزء من العائلة ينقطع عن جزء تاني. بتخيل إنه ميادة الكلام الجارح اللي حكته لما اختفى عمر للعيلة وكان بدها تعتذر لإلهم عنه، هي كان بدها تعتذر لأنه الكلام مؤلم، بس هي داخلها كونه هالكلام مؤلم لا ينفي إنه فكرة إنه هي بتحملهم لوم أو بتحملهم مسؤولية إنه زوجها مات بسبب إنه هو قاعد جنب أهله، أو إنه هي بسبب إنه في رابط بين عمر وبين بغداد ما عرفت تهربوا أو تطلعوا من بغداد حتى تنقذ حياته بعد ما هي خسرت أخوها بنفس الطريقة القتل الطائفي. يعني هي غضبانة على هالعائلة، فعشان هيك بتخيل إنه هي قطعت العلاقة معهم، مع العلم إنهم مثل ما حكت حالة هم أكرموها، هم حتى تنازلوا عن حقهم عشان مريم الصغيرة اللي قاعدة بالغربة. وبتخيل إنه هي مع إنها أخوها عندها وهي أوريدي عم تستخدم أخوها أو بتلجأ له كرجل حواليها، بس هي يمكن استحت إنها تطلب منه طلب مادي عشان تقدر إنها تنقل بنتها من مدينة بالأطراف إلى لندن اللي هي فيها العوائل الجيدة وفيها الجامعات الجيدة حتى تقدر إن يكون نصيبها أفضل. فهي حست إنه هي بالنهاية البنت مردها لأهل أبوها، فخليهم هم يبتلشوا فيها. هذا هيك إحساسي بالنسبة للموضوع. أما بالنسبة للسعد، فهالشخصية الكريهة من برا هي كثير منا بيلجأ لهالأسلوب، إنه في كثير عالم ما بتعرف تبكي أو ما بتعرف تبين جرحها للآخرين، فبالتالي بتحاول إنها تخبي جرحها بإنها تصير تبك على الآخرين أو إنها تصير تتمسخر أو تكون جارحة أو تكون بتبين ألمها على شكل غضب، بس هي من جوا هي بتحتاج عطف. يعني هو حتى مرته اللي تركته بعد ما اهتمت بأمه لأنه هي بدها إنها تخلف، هو مشاعره كان جداً طيبة تجاهها. وبس. شكراً زينة. آدم؟ نقطة بس أحب أنه أوضحها. مهما نتكلم عن تعدد الثقافات في دول المهجر، تبقى هي صراعات. من يفكر في هذا الموضوع يفكر أنه يهاجر لازم يعرف هذا ثمن حيدفع. علاقات الأسرة في المجتمعات الشرقية لا، يعني أبعد ما يكون نتخيلها في المجتمعات الغربية. أنا لما أتكلم مع أصدقائي يعني الأجانب، أشعر بعض الأحيان لما يتكلمون عن أهلهم كأنما يتكلمون عن أصدقاء، ما يتكلمون عن شخص جوهري برسم شخصياتهم. نعم، أعتقد بالعلاقة الشرقية توجد مشكلة. ما أعرف هل سمعوني أم أكو كثير أوكي. أكو شوية إشكالية في التعامل. أعرف أنه دور الأبوين بالنسبة لنا فد جدا مهم، يعني ماكو حد يقدر يعوضه بالنسبة للعائلة الشرقية. وأعرف هاي بعض الأحيان للأسف في حالات معينة وبالأخص مع ظروف الحياة الصعبة المرت بها مجتمعاتنا يكون لها تأثيرات سلبية، ولكن من استقراء شفته إنه هذا المتابعة الشديدة، هذا الحرص الشديد على الأبناء طلع في النماذج صراحة رائعة جدا. لما أشوف كثير من النماذج الأخرى في المجتمعات الغربية، أكو كاتب سويدي، كاتب علم نفس في علم نفس الطفل، قرأت له كتاب قبل سنتين. لما نقارن بين المجتمعات تعتبر نفسها حديثة وبين المجتمعات اللي نعتبرها المحافظة، مثل رفع مثال وهو سويدي من دولة اسكندنافية على المجتمعات الشرقية، المجتمعات القادمة من مثلا الشرق الأوسط. هذا الحرص الشديد على الأبناء اللي بعض الأحيان إلى ثمن بس إلى نتائج عظيمة جدا. وهي مثال مثلا عن سارة. سارة مو أسوأ مثال بالمناسبة، هي محامية اهتمت بقضايا اللاجئين. أنا من خلال
الفترة اللي عشتها في المغترب، لا أنا شفت نماذج كارثية، يعني ده كان المجتمع نفسه يعني في رأي في نظرتهم هم، تقييمهم هم لي كيف تسلك بناتهم الصغار، هم يتأسفون. مرة التقيت بسياسية في بلدية سويدية عانت لي من مشاكلهم مع الفتيات الصغار من العمر 18-19 سنة، اللي تسوي علاقة تجيب طفل والأب ما يكون يتحمل مسؤولية وتحير الدولة بهالموضوع. تقول إحنا كدولة إيش نقدر نسوي؟ يعني بلدية أعطيها فلوس، يعني شلون هي نفسها بعدها صغيرة. في مجتمعاتنا الشرقية أكو روابط توضع متابعة، حتى شوف المثال هنا جيد، حتى لما صارت هيك مشكلة العائلة بقت تتابع الموضوع، رادت الولد يستسلم، رادوا يسوون فشي شكلي، حسوا بمسؤولية تجاه الموضوع. صدقوني في هواية من المجتمعات نعتبرها غربية وصناعية، هاي المسألة ما تجدوها، هذا الحرص الشديد على الأبناء للأسف شيء هم ما يعرفوا إلا لما يكبرون جدا ويشوفون أحفادهم مو بالصورة اللي هم يتمنوها. شكرا لكم. شكرا آذان، جميل، واحد يعرفك وجهة نظر في الخارج. إذا أنت حابة تحكي. إيش سلمى؟ أقول إذا أنت حابة تحكي. في نقطة بس كنت يعني هي شوي بالعكس أنا بأخذها. هلأ الشعور بالهوية والشعور بالانتماء لبلد وإنه يكون الواحد يعني هويته مش بس بانتماء أو معرفته لبلده، كمان بلغته بدينه، إشي كتير مهم ورئيسي. بس بنفس الوقت في الرواية لاحظت شغلة، إنه أكثر شخص متقبل لمختلف الأديان ومختلف وجهات النظر وعنده القدرة إنه يتعاطف مع الجميع هي مريم. مريم اللي ما بدي أقول عندها أزمة هوية زي حيدر خالها، هي كانت متصالحة، كانت تسمع صح. وعندها فكرة عن المجتمع الشرقي إنه ذكوري إنه كذا، بس ما كان فيها العدائية أو كان فيها الثريت عليها، التهديد عليها المباشر اللي هي كان إلها رأي مباشر. مثلاً عارفة حالها إنها عايشة في بلاد بالخارج، أصدقائها ومحيطها كله حتى لما كانوا يتحدوا أو كانت تسمع تعليقات على إنها مسلمة أو إنه هي مش بإيدها إنها تكون مبدعة، كانت تتحدى لمبدأ بس إنه ليش بتفرقوا أو ليش بتتعصبوا، أكثر من إنها هي عندها غيرة على ثقافتها أو على هويتها. فهل مرات يعني الواحد بيسأل حاله إنه هل الهوية هي بتفرض علينا نوع معين من التعصب ضد الآخر؟ هل تفرض علينا رفض للآخر؟ يعني هي باكج كاملة، الهوية زائد إنه أنا كل ما بختلف وبعرف إني مختلف عن الآخر بالتالي أنا عندي القدرة أو عندي الـ يعني بتكون مساحة الرفض عندي أكبر من إنه لو أنا كنت مش عارف هويتي مظبوط أو إنه كنت عم بتعامل مع نفسي بمجتمع إنساني بشوف إنه الكل له حق. أنا ليش بفكر هيك؟ لأنه إحنا حالياً هلأ إن كان بالتعليم أو غيره كتير عم نشوف أولادنا عم بفقدوا هذا الإشي، يعني زي ما حكيتوا إنه حتى بمجتمعنا في عقر دارنا صار في اختلاط في الهوية، صار في حتى يعني أنا بشوف بنتي مثلاً هي بتحكي عن كل حقوق الإنسان بطريقة كتير متقبلة، بتحكي عن الأديان، بتحكي عن مشاكل العالم بطريقة كتير مش زي ما إحنا كنا نحكي عنها. إحنا كنا نقيم بعين شرقية، كنا نقيم بعين دينية، حتى لو عم نتعلم أخلاقيات معينة بس كان عنا هالتصنيفات. هلأ الأطفال والجيل الجديد ما عنده، فبتساءل مرات إنه شو الـ disadvantages تعون الهوية وشو سلبيات الهوية وشو إيجابياتها، وين النقطة اللي الواحد يحفظ أصوله وبنفس الوقت هو ما يتقوقع في مكان يشوف الآخر إنه مختلف عنه أو يرفضه. بعرف أنا هيك يعني من الأحداث أنا لقيت إنه هي أكثر شخص فعلاً متقبل للآخرين. في سعيد أبو يوسف أبو يوسف أسمي جداً. أنا بنظري دانا المسألة أنا عندي الكونكشن عم شوي ملخبط، فلما بيروح الصوت نبهوني. أوكي.
المسألة الأزمة هاي إحنا اليوم على مستوى الحقيقة العالم العربي عموما يعني إحنا في أزمة. الأزمة هاي أزمة هوية، بس منشأها الوطن، أزمة وطن. يعني ما بنقدر نحكي عن أزمة الهوية دون الرجوع للمسبب وهو الوطن. هلأ الاغتراب والهجرة واللجوء وهو فقدان للوطن لأسباب أنتوا حطوا فيها قائمة إلها أول ما إلها آخر، فقدان الأمان، فقدان العمل، فقدان الكرامة، فقدان المهم في فقدان، بيلجأ الإنسان لمكان آخر عشان يعيش. وكمان هناك أزمة وطن داخل الوطن، يعني إحنا داخل الوطن في تغييرات قاعدة بتحصل داخل الوطن. التغييرات هاي يعني إحنا لما منهاجر لبرا منتعرض للتغيير، في نوع من التغيير ونوع من الثقافة ونوع من الاختلاط الأمور عم بيجي عنا، اللي وصفتيه قبل شوي دانا إله صلة بثقافات متعددة قاعدة بتدخل علينا. فبالأول وبالآخر سواء كان في الوطن داخل الوطن أو خارج الوطن، أزمة الوطن مسألة تأقلم، بس ما التأقلم هذه يحتاج إلى وعي. هلأ إحنا لاحظي أنه في تفاوت الناس اللي بتطلع برا، وهاي الصورة الصارخة للتأقلم. مش كلهم عندهم نفس المقدرة. ليش؟ لأنه اللي بيتعرض لهاي الأزمة، أزمة الوطن، في ذهنه قاعد بعيد صياغة الوطن، شو يعني له صياغة الوطن، ويعيد بالتالي صياغة هويته. هاي المسألة غاية في الصعوبة، هذه أزمة حقيقية عند الفرد إنه يقدر يعمل إعادة صياغة للوطن في ذهنه، ويسأل حاله مليون سؤال ويلاقي إجابة على 10 أسئلة وباقي الأسئلة إجابة عليهم. وخاصة لما بيكون في أجيال، يعني الجيل الأقدم دائما عنده عوبة أكثر في التأقلم، جيل الشباب أكثر مرونة في التأقلم. يعني هذا النوع من الصراع بين الأجيال بيصير في هاي العملية، في هذا البروسيس اللي هو التأقلم. هون يعني اللي عم إعادة صياغة معنى. عيدي اللي حكيتي. بقول عدم التأقلم أو الأزمة هاي هي بسبب الجيل اللي يعني أنا ممكن أصنف نفسي الجيل الوسط، لا أنا الجد تاع ابني ولا أنا بجيل أولادي، فأنا اللي بسحب، أنا اللي برفض أشياء من جيل اللي قبلي، وبنفس الوقت برفض التغيرات اللي عم بتصير على جيل أولادي، فأنا دائما اللي بعمل الأزمة. هم بالنسبة لهم عم بتأقلموا مع الكل، أنا هيك بشوفها. هي في أزمة، الأزمة مش موجودة عندك فقط، الأزمة موجودة عند اللي قبلك وعندك وعند اللي بعدك، لأنه التغيير مستمر وأخذ يعني قاعد بياخد مدى وبياخد مجال في يعني في حقب زمنية قصيرة، وبالتالي أصاب يعني أصاب 3 أجيال مرة واحدة، أصاب 3 أجيال بشكل صارخ وبشكل حاد. يعني طبعا بطبيعة الحال أنا بدي أختلف مع اللي قبلي ويرفض كثير من تصرفاتي اللي إلها صلة في إعادة صياغة الأمر في ذهني، وأنا أرفض أشياء كمان بالجيل اللي بعدي أولادي أو أحفادي بصياغتهم لإعادة صياغتهم للمعاني هاي بذهنهم. فهون يعني قصة التأقلم هون الحقيقة فعلا بتحتاج لدرجة عالية جدا من الوعي في الأمور اللي عم بتصير فيها تغيير. الأمور اللي بيصير فيها تغيير لابد من الإلمام فيها، ولابد من العلم فيها بالبداية، ولابد من يعني استيعابها وامتصاصها. هلا هذا داخل الوطن قد يكون سهل، بس خارج الوطن لا، لأنه العوامل الاجتماعية خارج الوطن دائما هي عامل أساسي مهم له صلة بحركة المجتمع، له صلة باتصال الفرد بالمجتمع اللي حواليه، المجتمع الغريب عنه في البداية، وسرعة تأقلمه هو اللي بتخليه يقدر ينتمي لهذا المجتمع، بتخليه يقدر يعيش في هذا المجتمع ويستمر في هذا المجتمع. أزمة إعادة صياغة الوطن وبالتالي إعادة صياغة الهوية مسألة غاية في الصعوبة، وهي أزمة عميقة ومستعصية اليوم. هذا اللي حبيت أقوله. شكرا معتز. إيمان
خلي سعيد يحكي. لا لا خلي سعيد يحكي بالأول، أنا بعدين. تفضل سعيد. الله يعطيكم العافية. في بيتشر لأحمد شوقي بيقول حلال على بلابل، حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. هذا حكي قبل 100 سنة حكى. صحيح بأجيال أو بدون أجيال إحنا كلهيتنا بنعاني من البلاد اللي بنعيش فيها، يعني بنعيش في ظل بلاد وكأنها يعني بس بتعطينا بصيص جدا من هواء نتنفس ونعيش فقط في ظل ظروف معينة. الكل يشكو، الأب يشكي والجد يشكي والابن يشكي، حتى الحفيد بولد وهو يشكي. فلما بيطلع الواحد على الغرب بيطلع على أساس إنه بده يخلص، يعني إحنا في مفهومنا في الميثولوجيا تبعتنا كلهيتنا بنهاجم الغرب، ولكن كلنا حلمنا إنه نصبح ويكون معانا فيزا ونروح على أمريكا أو على بريطانيا أو أي دولة أوروبية. ليش؟ لأنه إحنا الوطن تبعنا مش متقبلنا، مش يعني نعيش في ظل ظروف أشبه ما نكون بالعبيد، فقط نأكل ونشرب وننام. البعض الشباب اللي بيطلعوا لما بيطلع برا وبدخل في المجتمعات وبتماهى معها وبصير بده يصير وكأنه أوروبي أو ثقافته غربية وما إلى ذلك، هو عنده استعداد يتحول إلى غربي مطلق، ولكن للأسف هل هم بتقبلوا هذا النقطة المهمة؟ يعني هذا المجتمع ما برجعه لنقطة الصفر بقول له أنت ارجع، أنت أصلاً مصري أو أنت سوري أو أنت شرقي أو أنت مسلم أو أنت كذا أو كذا. يعني لما حكى أخوي محمد قبل شوية في أحداث اللي هي تبعت بن لادن 2011 سبتمبر، كان أي مواطن عربي بده يروح على أوروبا كان متهم. فإحنا في بلادنا يعني مش متصالحين مع أنفسنا، إنما نظام الأسرة لما بيطلع الأب وابنه مثلاً، هي طلعت مريم وأمها، ظل نظام الأسرة قائم يعني ظلت محافظة عليها. بس لما بيطلع الشاب لحاله وصح في بداية حياته بيكون أنا متقبل للثقافة الغربية مطلق، بس لما بيكبر بيشعر بالندم. يعني كثير ناس بيعيش من أول حياته لما يصير عمره 40-50 سنة وبصير عنده أولاد أو بنات، بيقول لا بدي أحافظ على بناتي، بدي أرجع على البلد. طب لما ترجع هون هم أولادك وبناتك ثقافتهم غربية، يعني غريبين عن أمهم وعن أبوهم وعن جدهم. فإحنا لما بنروح هناك الشاب اللي بروح متماهي مع الثقافة الغربية وبده يتخلص من عبء الحياة اللي بيعيشها هون، لأنه مثل ما حكى أخوي أبو يوسف لا عمل لا فرصة. يعني حتى لما تكون تشتغل أنت تعب خط الفقر. طب كيف بدي أعيش أنا؟ فبحلم باليوم اللي أتحرر فيه وأطلع على أوروبا. ولا كيف الشباب هذول اللي بيطلعوا من المغرب العربي وبروحوا وبموتوا في القوارب أو يعني بدهم يعني لجوء أو بيطلعوا سباحة أو شيء، وبيطلع الزورق فيه 300 واحد 290 واحد بموتوا. وجع القلب يا سعيد، بوجع القلب هذا الموضوع، بوجع القلب كتير. هلأ في شغلة ثانية بس بدي أحكي لكم إياها، إنه في رواية صحيح العلاء الإسواني اسمها شيكاغو تتحدث في هذه القضية كثير بالتفصيل وأعمق شوية من صحيح صحيح يعني كثير شيكاغو حلوة وبتتحدث في هذه القضية وكيف إنه بيعيشوا الآباء والأبناء حتى اللي بيطلعوا مبعوثين، شايف علي شو بيعانوا هالشباب الصغار، وبيقدروا يعني بتتغير مفاهيمهم ومعتقداتهم نتيجة للظروف اللي بعشوها هناك. والله يعطيكم العافية وشكرا لكم وعلى اللي اختار شكرا سعيد الرواية، ويعني أبدعت اليوم وكثير كثير مبسوط، يعني تركت شغلي والله وأجيت عشان أستمع لكم. بس اليوم أبدعنا يا سعيد، والله طول عمركم مبدعين، دائما مبدعين. طيب. بالعكس الله يخليك. يعني أنتم اسمعي، إحنا زمان كانوا يحكوا عمان 7 جبال، لا احنا بنقدر نحط 8 و9 و10، ما شاء الله عليكم كله هي مبدعات. يعني اسيل ودانا وسلمى وايمان وحلا، ما شاء الله عليكم، يعني لازم الواحد يمتدحكم، وابو يوسف معاكم كمان.
دانا في إيمان هلا احنا يعني بعرفش اذا حابه تنهي ولا حابه تزيدي بالحكي نتن... لا احنا هيك غطينا كل شيء. في نقاط كتير يعني انذكرت بالمداخلات. ناخذ إيمان ونختم. ايوه عشان ما نتاخر عليهم. اوكي يلا تفضلي. شكرا. شكرا سعيد على الكلام الحلو واللطيف، واحنا دائما بسعدنا تكونوا معنا كلكم ونستفيد منكم تستفيدوا منا. موضوع الهوية موضوع عالمي، يمكن ما في شعب ما فقد جزء من هويته في العالم، بس هو تعريفنا للهوية هو اللي بيختلف، هو اللي بيخلي انه احنا مش عارفين احنا وين رايحين. يعني كل واحد بيعرف الهوية او كل شعب بيعرف الهوية بطريقة معينة. يعني الناس بتحكي لك اليابان متقدمة وأوروبا متقدمة وكوريا متقدمة ومش عارف الصين، لكن بتروح عليهم إذا رحت على اليابان رح تجد إنه الهوية ضايعة تمام، فش عندهم هوية، مش عارفين هم مين، مش عارفين وين رايحين، خاصة الجيل الجديد هو منفتح على العالم. بنفس الوقت الجيل الآبائهم وأجدادهم مش متخيلين إنه أولادهم بيحكوا عنها زي ما قال دانا، إنه بيحكوا عن حقوق الإنسان وبيحكوا بلغة عالمية. خلنا نحكي أيوة لغة عالمية. اللغة العالمية اللي تغيرت مع السنوات، واللي مثلاً أبائنا وأجدادنا مش راضين يقتنعوا إنها بتتغير، إحنا الجيل اليوم مش لازم نخلي أولادنا يحملوها لقدام. هون بيجي التغيير، إنه إحنا بدنا نغير، إنه نشجع أولادنا على هاي اللغة العالمية ونخليهم يطلعوا على الشعوب الأخرى ويتقبلوها زي ما هي. مش شرط أنا أغير الآخر عشان يصير زيي. بالضبط. لا كلامه بتفكيره عنده فكرة معينة وبناقش فيه ومش راضي يقتنع، خلاص هو حر، هذا قناعته. خاصة لما نيجي نحكي ونتحدث بالأمور هاي، الهوية، الدين، هاي أشياء شخصية بترجع للشخص، اللغة اللي بحكي فيها، لبسي، حجاب مش حجاب، مش عارف، كل هذا يعني ما حدا له دخل فيه. يعني حتى في أوروبا هي فهم، يعني إذا بنرجع للرواية مريم صاحبتها صديقتها الأجنبية بتحكي معها إنه على الحجاب وعلى هيك، وكيف لما لبست الحجاب وراحت على الجامعة الكل تطلع عليها بطريقة مختلفة هيك، إنه شو هذا اللي أنت بتعمليه. فكل هاي الأشياء الأنماط يعني بتتغير مع الزمن، وأنا واللي بتشوفيه ده أنا هذا التغير لازم يصير، هذا التغير لازم نتقبله. إحنا أنا متقبلته وأنا بتسأل ليش عشان يكون عنا هوية ونحس بالهوية لازم نخسر أشياء كتير بالمقابل. هذا سؤالي، إنه تبعاتها مدمرة بصراحة، لأنه في تغيير بصير، لكن لازم نكون حريصين وحذرين إنه ما نفقد كل شيء وينضل معنا إشي. لأنه الهوية شو هي الهوية؟ هي عبارة عن أخلاقنا، تعاملنا مع الآخر وتقبلنا للآخرين، تسامحنا مع الناس وسعادة وبث السعادة في العالم. هاي الأفكار اللي لازم إنه إحنا نبثها في أولادنا ونخليهم يتقدموا فيها لقدام. يعني الأجيال الجاي لازم تتغير، يتغير التفكير هذا اللي أبوي وجدي ومش عارف مين ومين مين حطوه على مدى مئات السنين ويمكن آلاف السنين حتى. فلازم نغير كله، سواء كان من نواحي الدينية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، كل هاي الجذور لازم تتغير. وهذا إشي كويس، إذا إحنا بنشوف هذا الإشي بأولادنا وبنشوفه بالجيل الجديد فهذا ممتاز. ما رح أغير الجيل الجديد، خليهم وخليهم يغيروا لقدام، لأنه هذا التغيير رح يجي. فهذا يعني أنا شفت إنه إيمان، معلش بدي أطلع زي الدعاية بنص المسلسل لما حكيتي عن الهوية وتعريفها. بس بدي أضيف شغلة كتير كتير مهمة مرات إحنا بننساها، وهي اللغة. اللغة محور أساسي كتير في الهوية، والمشكلة هذا المحور قاعد عم بضيع حتى في البلاد العربية، مو بس في البلاد الأجنبية. في البلاد الأجنبية عم بتلاقي الأطفال ما عم بيعرفوا يحكوا عربي أبداً، في البلاد العربية عم بتلاقي خريجين المدارس الأجنبية عربيتهم كسرة وبيعبروا عن حالهم أكتر بالإنجليزي، وهاي مشكلة كتير كبيرة. وضياع اللغة هو جزء كبير من ضياع هويتنا، بس هذا الإشي مهم. أنا بعتبر كتير اللغة هي الجزء الأعظم والأساسي من الهوية والغير عدائي المسالم. يعني هو لازم، ما أنا قلت لك إنه مش نخسر كل شيء مرة واحدة، لا، لكن جزء من هويت لازم نتقبل الآخرين، هذا مهم جدا. ما يعني لا، هذا لازم، بس ما نفقد ولا نفقد عاداتنا، لكن الجزء
لازم إنه نتقبل آخرين زي ما هم، ما نغيرهم. لكن إحنا اللي بصير اليوم، وحتى اللي بصير بالعراق وبصير بسوريا وبصير في كل مكان، والحروب وهاي وليبيا ومش عارف حتى في أذربيجان وأرمينيا، هذا كله بصير بسبب إنه مش متقبلين الآخرين. حتى الدول على مستواها غير متقبلة الآخر، بالإضافة للمصالح السياسية والاقتصادية وغيره. لكن هذا جزء مهم إن إحنا نتقبل الآخرين. شكرا، يعطيك العافية. يعطيك العافية دانا والجميع. شكرا كثير إيمان، وشكرا لكم كلكم، مداخلاتكم رائعة. شكرا. وأنا سعيدة جدا إنه غطينا كثير من الرواية، لأنه فعلا فيها محاور كثير مهمة. دانا إذا معاك دقيقة، دينا رفع إيدها حابة تحكي. مين؟ دينا حابة تحكي إذا معاك وقت. دينا. طبعا. معلش. بس تعليق على آخر شيء بخصوص الهوية. هي القصة مش إنه إحنا بس نتقبل الآخر، هي القصة كمان إنه البروتوتايب اللي عم بيصير بالغرب علينا كعرب أو كمسلمين أو كمسيحيين. هي مريم كجيل جديد حست بهالبروتوتايب اللي عم بيصير عليها من الغرب. كطفلة لما كانت عم تلعب مع صبية، حكت لها كلمة، هي كررت نفس الكلمة. البنت الأجنبية كونها بريطانية إن أخذت الكلمة على إنها مزحة. مريم لأنه بشرتها أغمق ولأنه واضح إنها شرق أوسطية، إن أخذت الكلمة على إنها إرهابية، ووقتها طبعاً شعرت بظلم كبير. ونفس الشيء تكرر لما هي كانت بالجامعة، والمعلم أو الدكتور بالجامعة المعماري شاف إنه البنت عندها إبداع، فسر هالحكي إنه كويس إنك أنتي كونك عربية أو كونك مسلمة إنك مش مغطاية زي هدول، ما كنتش رح تعرفي تحلقي بأفكارك. فهي مع العلم إنها وصفت حالها إنها مش روحانية وما عندهاش السوفت وير تبع الروحانية تبعت الكبار، وهي عندها أزمة بالنسبة للإسلام لأنه بتعتبره هو الدين الذكوري اللي بيعطي بريفرنس للرجل ضد المرأة، بس مع هالشي اتعمدت إنها تلبس الغطاء لأنها بدها تبين له إنك أنت يا دكتور يا جامعي يا معماري يا خلاق طرحك غبي، لأنه الغطاء اللي محطوط على رأسي هو مجرد قماش ما خصه بإبداعي، وشوف هلأ إبداعي وأنا لابس الحجاب، مع العلم إن البنت مش متدينة. فهي كمان في مسؤولية إحنا المفروض نحطها بالجيل الجديد، إنه بدك تتميز، وهذا اللي حكيته ميادة لمريم، إنه بدك تشتغلي أكثر منهم وبدك تكوني قدوة لإلهم، حتى لما يقعدوا يحكوا تغيري البروتوتايب اللي ببالهم، إنه العرب كسولين، العرب ما بيشتغلوا على حالهم، العرب عدوانيين، العرب متخلفين. بدك تكوني امرأة قوية independent وناجحة. صح. فبس يعني هي احنا مش بس احنا نتقبل الاخر، احنا متقبلينهم، هم كمان بدهم يتقبلونا. صحيح. فبس شكرا جزيلا، وبعتذر مرة تانية اليوم كتير تدعي. لا بالعكس كتير كان حلو كتير اللي حكيتي دينا، حلو كتير اللي حكيتي بالاخر. شكرا كتير. شكرا عزيزتي، وشكرا كتير لكم، كتير استمتعت بالرواية، وأنا انبسطت كتير على مداخلاتكم، وشكرا جزيلا. والفيديو إن شاء الله بوصل، يعني كن جاهز إنه للي ما حضر أو حابب يحضر مفروض بكرة، يمكن مش عارفة أنا كيف حلقة أو سلمة ماكسيمم بكرة بيكون جاهز إذا مش اليوم. طيب إيش قلتي دانا ما سمعت؟ لا كنت أسأل على الفيديو بس. الأسبوع الجاي مين معنا؟ الأسبوع الجاي راح يكون في عنا حوار عن الفلسفة الرواقية مع إيمان، برضو بنفس الوقت 7:30 على زوم. طبعا على زوم إن شاء الله، وإن شاء الله منشوفكم كلكم يعني، ونستمتع بنقاش زي نقاش اليوم كمان إن شاء الله. شكرا كثير. شكرا. سؤال الكل، برنامج شهر 11 امتى حينزل بس عشان الكل يعرف، او لانه معنا اليوم ناس جداد؟ احنا هنبعت على جروب اسيل، على جروب الرواد الكل موجود. اوكي، قصدي الجداد حيكون موجودين بجروب الرواد تبع الواتساب عم بنضافه، بس هيك سؤال. في ناس ما بعتوا ارقام تليفوناتهم، ف برنامج شهر 11 إن شاء الله يعني خلال أسبوعين بيكون واضح وبنزل إن شاء الله. أوكي، تابعوا على صفحة يعني Out and About. بالضبط. إن شاء الله. أوكي. شكراً كثير. يسلموا. شكراً.
شكرا، يعطيك العافيه دانا. شكرا 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 شكرا.